صبح بالخير كل المشاهدين، أطلالة يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الخميس 25 أيار 2017. خلاص مثل ما شفنا ودعنا هالشتوات أو هالشتوية بالشتوات اللي شفناهم بلبنان، الحمد لله الخير كان حلو، وإن شاء الله المي بتتدفق علينا أمتار وأمتار خلال الصيفية وما حدا بينقطع أبدا من المي خلال هالفترة. كمان العد العكسي ابتدى وانتهى، ويوم يومين ثلاث ايام بنبدا نحن وياكم شهر رمضان الفضيل، ان شاء الله يكون هالشهر كله خير وبركه. وطبعا رح بتشوفوا فقرات وحلقات خاصه بعالم الصباح خاصه بشهر رمضان، ورح يكون في عندنا كمان المباشر مع شيف حسين من خارج الاستوديو. هلا بعد شوي بنحكي نحن وياه وين رح نبلش ثلاثة القادم، اول اطلاله من خارج الاستوديو رح بتكون. إن شاء الله يكون هالعيد خير وبركة يا رب علينا وعليكم، وتكون حياتنا أحلى وأفضل وبتواصل دائم، وما ننسى دائما هال شو بيقولوا صلة الرحم يلي خلال هالشهر الفضيل هيك بنرجع بنتذكرها أكثر وأكثر وأكثر، وبنزور بعضنا كل اللي بيحبوا بعضهم، كل الأهل وكل الأحباب وكل الأصحاب، ونكون كلنا دائما مثل ما نحن تعودنا من لبنان إيد وحدة وعيش مشترك، ما يكون في أبدا تفرقة بين شخص لا لون ولا دين ولا طائف. كنت خاف من الوحدة لحتى وصلت لمرحلة حب حالي، حبوا حالكم، ما بتقعدوا تخافوا كتير من الوحدة. كنت خاف من الفشل لحتى عرفت انه بفشل مزبوط، ولكن اذا فشلت يعني انا عندي الجرأة يعني جربت. كنت خاف انه ينبزوني لحتى عرفت انه انا عندي ثقتي بنفسي كتير كبيرة والخوف زيل. كنت خاف من الألم لحتى عرفت انه الألم ضروري لأكبر أكتر. كنت خاف من الحقيقة لحتى عرفت بشاعة الكذب. كنت خاف من الموت لحتى عرفت انه الموت مش نهاية انما بداية جديدة. كنت خاف من الكره لحتى عرفت انه اللي بيكره جاهل. كنت خاف من الشيخوخة لحتى عرفت انه الخبرة هي العمر كله، يعني هي الشيخوخة بحد ذاتها. كنت خاف من رأي العالم في لحتى عرفت انه شو ما عملت ما راح اقدر غير رأي العالم، فهيتصرف على قناعاتي. كنت خاف من الماضي لحتى عرفت انه الماضي ما راح يأذيني، الماضي راح، لازم افكر بالحاضر وما خاف من المستقبل. كنت خاف من الظلام لحتى تأملت ضوء النجم بالعتمة. كنت خاف من التغيير لحتى عرفت انه اجمل فراشة بتشوفوها على بالكون هي كانت عم تتحول من شرنقة شكلها مش حلو ابدا. خلوا حياتكم دايما أجمل بالمعرفة والخبرة والتقدم بالعمر. إذا حسيتوا باليأس ما تنسوا أنه دايما المستقبل مخبلكم إشياء أحلى بكتير وكتير. سؤالي عبر صفحة الفيسبوك اليوم، كيف بتخلوا حياتكم أحلى وأجمل؟ خلينا نتشارك من خبرات بعضنا بهالإيجابية هيدي، حتى نقدر بلكي كل واحد بياخد فكرة من التاني بيقدر ينفذها اليوم على القليل اليوم، ويعود حاله يوم بعد يوم. تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، وانا بدي صبح بالخير الشيف حسين. صباح الخير. صباح وجزاف. كيفك؟ انا منيح، كيفك؟ تمام. هلا نحن معودين عليك بقلب استوديو كل يوم، صح. بس رح نشتاق لك بس اربع ايام خلال هالشهر، في اربع نقل خارجي اربع خلال شهر رمضان خارجي. المبارك، صح. اول يوم رح يكون يوم الثلاثاء، من وين؟ اول يوم رح يكون نهار الثلاثاء من الروشه، عن صخره الروشه رح نكون موجودين هون. على الصخره؟ مش على الصخره، يعني هونيك بالمنطقه. ايه حدا وعشاف ما بدنا نخسر. لا لا لا، حد انا اصلا بخاف من الاعالي، يعني منيح ما انا معك على الهواء الثلاثه، لانه اذا عم شوفك واقف على الصخره هيك رح يكون كل نهار عم بتصب، وانا بتعرف قد بحبك يعني. شيف شو عندنا اليوم؟ جزيف نحن اليوم محضرين ثلاث وصفات مثل العاده، وصفتين مالح ووصفه حلو. عندي فخاده دجاج بالكعك، وعندي فيليه دجاج مشوي رح نتبلها بتتبيله كثير طيبه، وفي عندي عنقود شوكولا. طبعا عنقود الشوكولا رح يكون بطريقه كثير طيبة، أنا هيك بقول لكل المشاهدين، نعم، يحضروا القشطة لحتى نحضر وصفة الحلويات، لأن إذا ما عندنا قشطة ما رح فينا. والقشطة طبعا ما بدها كثير تحضير معنا. إنه كل يوم بتعمل أربع وصفات رح يضل عندك أفكار؟ لا اليوم ثلاثة. طيب يا أخي إنه كتار مش كتار؟ وبرمضان أكيد رح يكون عندك أفكار أكثر وأكثر. برمضان أنا بدي أقول للمشاهدين مش عندنا ثلاثة ولا أربعة، كل يوم في عندنا خمس وصفات. اسم الله عليك، اسم الله عليك يا شيف، اسم الله عليك، نفتح مطعم سوا؟ قريبا. اكيد. شكرا لك يا شيف. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالمنا الصباحي لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، رح نروح نحن وياكم مثل دايما بالبدايه تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابرش. صباحكم خير، يوم الخميس 25 ايار مايو.
اليوم القمر مرافقنا بعده برج ترابي برج الثور، لكن فقط حتى الساعة 3:15 بعد ظهر بتوقيت بيروت. بينتقل من بعدها بيصير ببرج الجوزاء، الشمس كمان موجودة ببرج الجوزاء، رح يلتقوا سوا بتمام الساعة 11:15 المساء بتوقيت بيروت. وهالقمر الجديد رح بيكون كتير قريب من الأرض ورح نسميه القمر العملاق. فكيف رح بيكون هالنهار علينا؟ خلونا نبلش مع أول برج، برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، القمر العملاق تأثيره إيجابي عليك، منشط لك، لكن بدك تنتبه في مصاريف كتيرة، تتحمس زيادة عن اللزوم، ويمكن حتى تكون شوي بخيل، بمعنى أنه أنت تكون شوي متطلب وبدك من الآخرين. جميع الأحوال حاول تلاقي البالانس اليوم. بتبقى المواليد اللي بعتبرها بعد أكثر حظا من غيرها 6 7 8 و 9 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، القمر ببرشك بهيدا النهار، بقي معك تقريبا 3:15، بعد 3:15 بينتقل لبيت المصاري وبيت المال بالنسبة لك، وبالتالي بتعتبر مولود برج الثور أنه هيدا النهار نوع نهار بخليك تاخذ بعض القرارات او تتفتح شوي نظرتك للامور، بتوعى على مساله مهمه بالنسبه لك كنت ساهي عنها، فجاه بتلاقي حالك انك قادر تقرر، هنالك مسائل منها لحالها بتتسوى. الانشط اليوم هو مولود شهر ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء هذا نهار كثير حلو وبنفس الوقت كمان كثير مهم. من هلا ل 3:15 لانه مهم ولانه ما عنده شيء يلفت النظر، الا انه هو هالفتره رح بتكون بطيئه ومنا مش عم مثل ما عم بخبرك انه شو هالنهار المهم، منا مهم، لكن الخطا اللي بترتكبه من هلا ل 3:15 معقول يترك اثر، وبالتالي حاول ما ترتكب اخطاء، انطر وما تاخذ قرارات. على 3:15 الظهر بتوقيت بيروت بيوصل القمر لبرجك وبصير في عنا 180 درجة فرق بنوعية النهار، فجأة بتصحصح، فجأة مولود برج الجوزاء يتمتع بقوة وبطاقة هائلة بتخلي مولود برج الجوزاء يكون من أكثر الأشخاص ديناميكية بهيدا النهار، وأكثر الأشخاص حماسي، وأكثر الأشخاص واعية لمجرى الأمور. تقريبا يمكن تسمع الجواب اللي بدك اياه. اذا ابتداء من 3:15 مولود برج الجوزاء انت الاقوى حظا بين كل الابراج، لكن كون حذر جدا اذا كنت من مواليد 14 ل 17 حزيران يونيو، كوكب المريخ حد شمسك حد برجك، وبالتالي الطاقه الكبيره اللي عندك اياها بحاجه الى انضباط، معقول تجذب بسبب تاثيرات كوكب المريخ الحوادث والمشاكل. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان هيدا النهار من هلا ل 3:15 افضل بكثير، فعال اكثر بكثير من بعد الظهر، وبالتالي حاول مولود برج السرطان شغلك المهم، اتصالاتك المهمه اللي بدك اياه يتيسر ويتسيسر، خلي يكون بين هلا و 3:15. بعد 3:15 ماشي بتدخل بمرحله هدوء ورواء وزعل، وهالقمر تاثيره علي منه ظابط، وتدخل بمرحله الشفقه سيلف بيتي وبتزعل ونوعا ما بياخد على خاطرك. اذا من هلا 3:15 هي افضل فتره. بعدين الضبضب خاصه مولود حزيران يونيو. بنتقل لبرج الاسد. بعتبر هيدا نهار كثير حلو كثير مهم قبل الظهر وبعد الظهر والمساء، خاصه بعد الظهر، لانه هالقمر العملاق رح بيخلي مولود برج الاسد فعلا نجم يبين بمحيطه، بين عائلته، بين اهله، بين اصدقائه، وين انك موجود رح بتطل بطله كثير حلوه ولافته للانظار. اجواء بعتبرها ايجابيه بالنسبه لك، ما بتفرق مع انه في شويه ضغط من هلا 3:15، لكن بعدين بيمشي الحال. الاكثر حظا بعد 19 و20 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء بعده الجو عندك كتير مهم، بعده كتير كتير مهم. من هلا ل 3:15 القمر صديق لك، بيفتح قدامك مجالات كتيرة، ابواب جديده بيفتحها بوجهك، وبيعطيك حظ وبيعطيك دعم وبيقول لك انطلق ولازم تنطلق. ابتداء من 3:15 لتقريبا 48 ساعه مولود برج العذراء انت امام امتحان، انت عندك هاله
كتير كبيرة، كتير مهمة، فما تسود وجهك، ما تبهدل حالك، بالعكس تماما، انت عندك المنصة والمنبر المهم لحتى تعطي أفضل ما عندك، حتى ولو في شوية قلق، الجو رائع لتوصل إلى نجاح وإنجاز. الأكثر حظا قبل الظهر هي مواليد شهر أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. أبواب الحظ بتفتح بوجه مولود برج الميزان ابتداء من 3:15، وما بيعود في شيء تقريبا يهديك مولود برج الميزان، علما انه اصعب فتره مرقت عليك بشهر نيسان ابريل، كان في ضغط وفي شغل وفي بعض المسائل اللي ما كانت مهمه، بمعنى انه كان في ضغوط، كان في مشاكل، كان في مواجهات، تحديات واخصام، بعدين اضطريت انك تمشيها، هلا في اجواء رائعه عم تفتح قدامك ابواب التقدم الواسع. اليوم مولود برج الميزان، حضر حالك لاحتفال ابتداء من الساعه 3:15 بعد الظهر بتوقيت بيروت، هنالك فعلا مساله رح بتكون على ذوقك، بتكون انت راضي، بتنحل وبتفكر انه كانها عجيبه مشي حالها. الاكثر حظا 6 7 و 8 اكتوبر تشرين الاول بالاضافه لمواليد ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لمولود برج العقرب هالمشكل بينحل، يمكن ما ينحل لكن لازم، يمكن بينضب منه لحاله، بيختفي على الساعة 3:15 بعد الظهر بتوقيت بيروت، فمن هلا لوقتها كون ذكي، ما تقعد هلا تحجم الامور وتكبرها وتأزمها، بالعكس تماما، حاول انه تضبضبها، تتجاهلها بطريقة إيجابية، لأنه ابتداء من 3:15 بعد الظهر كل هالأمور هيدي نوعا ما رح تختفي ومزاجك بيرجع رايق، فما مشكلة، ما في لزوم، طول بالك، عصبي شوي، مزاجي، مزعوج، متضايق، حاول ما تعمل مشكل، لأنه المشكل بيتأزم من هلا ل 3:15. بتضل هنالك بعض الحظوظ عند مواليد 6 و7 نوفمبر تشرين الثاني، فما تهشل هيدا الحظ. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس هنالك ضغوط موجودة ورح تكبر ورح تبين بوضوح ابتداء من 3:15 بعد ظهر توقيت بيروت، هنالك أخطاء رح تبين، رح تتضخم، ويمكن هو خطأ صغير ببين، فما تعمل من حبة قبة، أنت ما لازم تضخم الأمور، لأنه على الأرجح في حدا غيرك منه لحاله غلطة صغيرة بتبين فجأة بتصير كبيرة. بعد عن المشاكل، حضر حالك نفسيا لحتى دغري تصلح الخطأ، هيدا نهار ببلش لا بأس به، يمكن يصير أصعب خلال بعد الظهر والمساء. بشكل خاص عند مواليد شهر نوفمبر و18 و19 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي قبل الظهر أفضل، معك 3:15 وقت كتير حلو مناسب لحتى تعمل بدك إيه، لحتى تحقق اللي بدك إيه، لحتى فعلاً تسكر وتنهي ملف انت بحاجة له، الحظ موجود، بتحط شوية مجهود شخصي بيمشي الحال. ابتداء من 3:15 بعد ظهر توقيت بيروت، مولود برج الجدي في شغل ما راح يخلص وراح بيكمل الوضع، في تعب، في ركض، في مسؤوليات راح تجر معك لنهاية الأسبوع، وبالتالي حاول انه تشهل بأمورك، معك ل 3:15 الحظ لجانبك. الأوفر حظا راح بتكون 28 ل 31 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو، انت من الاشخاص الحظ رح بيكون ناطرك، شيء انه بيوصل امر لبرج الجوزاء على 3:15، فجأة مولود برج الدلو هو من المواليد الاكثر حظا، الاكثر شعبية، الاكثر نجاحا، الاكثر انطلاقة، الاكثر فعلا جاذبية خاصة للحظوظ. من هلا ل 3:15 في ضغط، في تعب، في 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 انزعاج، في استياء، في بلبلة، لكن بقول لك انه الجو رح يتغير 180 درجة. انطر وشوف. الأكثر حظا رح بتكون مواليد كانون 2 يناير 2 ل 5 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لمولود برج الحوت، الكلمة اللي بدك تقولها، الزيارة اللي بدك تعملها، الكلمة يلي فعلا بدك تكتبها أو توضحها، أو الامتحان اللي بدك تخلصه، أو هالمكتوب العقد، الارتباط، الكونترا، حاول تخلصهم قبل 3:15. بعد 3:15 مولود برج الحوت صار بغير مطرح، بغير عالم، هالعالم يمكن يفرض حاله عليه، عالم شخصي، عالم عائلي، عالم يمكن يكون مسائل منزلية بتخلي مولود برج الحوت ما يكون واضح بحياته وبشغله، بصير يتباكى نتفي، يزعل شوي ويهمهم ابتداء من 3:15 بعد الظهر، خاصة مولود 5 و6 أدار مارس.
بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بعتبرها سنة كتير مهمة. هيدي السنة فيها احتمالين، يا اما الامور بتبقى مثل ما هي وبتضطر تشتغل على تقوية الذات، يا اما هيدي السنة رح تفتح مجال جديد قدامك، رح تتغير الامور رأسا على عقب. في حلين، ما في حل وسط، وبالحالتين مطلوب تحسن حالك لحتى تاخذ الفرص الافضل. حزيران، يونيو، اكتوبر، شباط، فبراير، هني افضل اشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. شكرا لك كارمن، وشكرا للايجابيه ببدايه عالم الصباح للابراج. نحن وياكم رح نروح لبريك جدا قصير ونعود للمتابعه لليوم الخميس 25 ايار 2017. عودي معكم للمتابعة. ما تساعدني بس ما تأذيني، كرهني بس ما تتصرف كأنك بتحبني، ما تخليني سعيد بس ما تروح علي سعادتي. قد ايه حلو هالمثل. نحن وياكم رح نروح على صحة السلامة، وموضوعنا اليوم رح بيكون مع دكتور نبيل كنعان، اختصاصي بطب العيلة، كيف نتعامل مع الأمراض المزمنة والأدوية خلال شهر رمضان المبارك. صباح الخير لكل المشاهدين. بلشت امبارح بموضوع التحضير لرمضان، وخصوصا للأشخاص اللي عندهم سكري. اليوم بدنا نحكي عن الأمراض المزمنة الثانية اللي ممكن يكون في تعديل بالعلاج وتغيير بطريقة العلاج خلال شهر رمضان خلال الصيام. ضيف اليوم دكتور نبيل كنعان، مختص بطب العائلة. صباح الخير دكتور كنعان. صباح النور. دايما فكرة الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة فيها نوع من المسكونسبشن أو المعتقد الخاطئ أنه يمكن المريض بيزهق وبيجي وقت بصير أنه يعني ما يهتم بأخذ الدواء على الوقت، أو يمكن يوقف الدواء لفترة يقول أنا صرت منيح. فإذا بدنا نرجع هيك نحكي عن خصوصية الأمراض المزمنة شو هي؟ يعني مثل ما هي الكلمة بتوحي، أمراض المزمنة هو مرض ما بيوقف عند حد معين، بضل متواصل موجود مع الإنسان لفترة زمنية طويلة. ممكن يكون فيه طلعات ونزلات، يعني ممكن يكون في تحسن داخلي لفترة زمنية معينة، بس مش معناتها أنه المرض اختفى من الجسم. نعم. فلهالسبب في كتير ناس بيفكروا حالهم صحوا، بيقولوا أنا صحيت من الضغط، أو صحيت من الكوليسترول، أو صحيت من التريجليسرايد. هو بالواقع بيكون تحسن. نعم. مش صح. نعم. ولهالسبب المتابعة إن كان بالدواء ولا بلا دواء كتير أساسية، ولازم الشخص يعرف أنه توقيف الدواء أو توقيف العلاج أو توقيف المتابعة في مخاطرة كبيرة. نعم. أنه هالحالة ترجع تأثر عليه سلبا. للأسف بلبنان كتير الناس بتخاف من الدواء أو من استعمال الدواء أو من فكرة استعمال الدواء النفسية، وما بتخاف من المرض نفسه. نعم، وخصوصا فكرة استعمال الدواء لوقت طويل. لوقت طويل، فصعب يتقبل الإنسان أنه أنا بدي أخذ دواء لفترة غير محدودة، فبصير يجرب يطلع برات الخط. وهذا الشيء فيه مخاطرة كبيرة، وكتير ناس عملوا هالمخاطرة ومثل بيقول العرب الدارج أكلوها، يعني تأثروا سلبا. نعم. فلازم بالعكس بتصير المضاعفات أكتر. بس مضاعفات أكتر وصعبة العلاج، لأنه نعم. بيوصل للخطوة الثانية، هي الحالة المرضية اللي أسوأ. نعم. طب اذا بدنا نقول امراض مزمنه طويله الامد، في هل بعض منها احتمال للشفاء، ولا لما نقول امراض مزمنه فاذا هي خلص مدى الحياه؟ هلا في بعض الامراض المزمنه المرتبطه بحالات معينه، فرضا اذا الانسان مليان وزنه يعني سمين، عنده وزن زائد، وزن زائد وبنفس الوقت كان عنده ارتفاع بالضغط ناتج عن هالوزن الزائد. نعم. واذا هالشخص نزل وزنه بطريقة ما، حي الله طريقة، ممكن يوصل لوقت انه يستغني عن الدواء. اذا نزل وزنه بطريقة مرضية بشكل انه ضغط ينزل بدون دواء. نعم. هيدي الشغلات بتصير. نعم. بتصير بكتير امراض مرتبطة بالوزن الزائد. هيدا مثل اذا انسان عنده حساسية الربو ناتجة عن سكنه بمنطقة معينة فيها مثلا ارتفاع برطوبة او ارتفاع بتلوث ونقل على منطقة تانية، كتير وارد انه يستغني عن الدواء. نعم. ففي بعض الامراض المزمنة بتتأثر
بالجو اللي الانسان عايش فيه او بصحته لاسباب تغييرات بحياتنا، تغيير بحياته الصحيه. نعم، وفي بعض الحالات لا، بدنا نكمل بالدواء الى ما لا نهايه. صحيح، يعني اذا انسان وزنه كثير قليل وعنده ارتفاع كثير قوي بالكوليسترول ناتج عن حاله وراثيه، نعم، او ضغط مرتفع نتيجه وراثه، او ضغط مرتفع نتيجه وراثه، شو ما يعمل بده يضل مرتفع، واذا وقف الدواء اكيد رح يصير في مضاعفات ناتج عن ارتفاع الكوليسترول او الضغط. نعم، والوضع بيكون أسوأ. على كل نحن سالنا الناس كيف بياخذوا ادويتهم خلال شهر رمضان، خلينا نشوف، لانه هلا الكل عم بيستعد لبدايه الصيام، ودائما الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه بيوقفوا عند سؤال انه انا حابب صوم بس بقدر صوم او لا، وبصيروا مرات يخاطروا بالادويه وبعلاجاتهم ممكن تاثر على صحتهم، خلينا نشوف التقرير ومنتابع. أنا عندي وضع صحي، عندي سكري، مشان هيك بعتذر يعني، بس وإلا واجب صيام شهر رمضان. أنا باخذ بشكل يومي، صار زمان، دواء للغدة ودواء للضغط. في حبة الصبح للغدة ونص حبة للضغط، وعشية حبة ونص حبة. باخذهم الصبح أنا عادة. عندي أدوية كثير والله. طيب وكيف بتتناولي هذه الأدوية؟ بعد الأكل. دور الصبح وعشية، دور الصبح دور ما بيخش. عندك أدوية يومية بتاخديها؟ إيه عندي. إيه الضغط. كم مرة بتاخدي بالنهار؟ مرة صباحا. وخلال شهر رمضان كيف تاخدي؟ بحول المساء. عادة الصبح وعشية. إيه. هلا برمضان؟ برمضان قبل السحور وبعد الإفطار. الأدوية بس على بكرة وعشية. على السحور وبعد الإفطار. دواء الضغط. بياخذوا بالسحور، ما في اشكال. ولا هذيك السنه ما كنت عم باخذهم، هذه السنه بدي احاول انظمها انه بالسحور اخذ نص بحبه وعشيه اخذ، يعني لشوف كيف بدها تترجلج المسائل او حسب ما تقول لي الحكيمه اللي عم تعالجني. بحكي مع دكتوري وبوزعها بشكل انه على السحور وبعد الافطار وفتره المساء. قبل الامساك، قبل الامساك باخذهم وخلص عادي، بصيروا بالليل يعني. بعد الفطور وعشيه بالليل قبل ما انام، لانه ما بتسحر. قبل ما نام 11 12 بياخذ حبه، بياخذ دواء كمان. بيسوى هيك الانتقال بيناتهم؟ يلا شو بدنا نعمل؟ سألي الحكي. لا ما سألي، سألي حالي. شفنا الأجوبة تعددت، يعني اختلفت، في أشخاص بيسألوا طبيبهم قبل، في أشخاص يعني أكثر الأجوبة كانت بعد الإفطار وبعد السحور، في السيدة اللي قالت لا باخد بعد الإفطار بالليل قبل ما نام، يعني الوقت قصير. إذا بدنا نعطي أمثلة عن أدوية اللي هي أصلا تتاخد الصبح وبالليل، هل الفترة كافية بين الإفطار والسحور هي نفس الفترة الزمنية، ما بيكون في تأثير على فعالية الدواء؟ نحن الحمد لله موجودين بزمن العلماء اللي بيكتشفوا الأدوية سهلونا إياها كتير، خاصة خلال شهر رمضان، لأنه عملونا الأدوية تستعمل مرة بالنهار أو ماكسيموم مرتين. يعني من زمان، من 20 أو 30 سنة، كان كل دواء لازم يتوزع كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، بشكل أنه كتير في صعوبة يترجلج هالأدوية بالفترة شهر رمضان المبارك. فهلا نحن بزمن أريح. طبعا في بعض الأدوية أصلا تستعمل بالليل. يعني مثل دواء الكوليسترول يستعمل بالليل. معظم أدوية الضغط عم بيكون في النصائح أنه تستعمل بالليل أصلا لحتى تغطي فترة الصبح اللي هي بيعلى فيها الضغط بشكل خطير، يعني بين الساعة 5 والساعة 8 الصبح. فهذا الشيء كمان بتنظم. في بعض الأدوية يستحسن تجنب أخذها الصبح خلال شهر رمضان، أدوية الضغط اللي فيها مضر للبول. لأنه هذه ممكن تضر البول بالنهار، ويكون في عدم إمكانية للشخص أنه يقدر يشرب بالنهار طبعا. فبصير في عنده تعرض لجفاف بجسمه، وهذا بسبب هبوط بالضغط ومضاعفات أخرى. فبهالحالة شو بصير؟ بيتم استبدال الدواء بدواء تاني؟ لا، ممكن استعماله ساعتها عند الإفطار. نعم، بدل ما يكون عند الصبح عند السحور. والست اللي قالت انا بنظم الضغط لوحدي، انا بسال حالي اكيد غلطانه، لانه مفروض انه اي شخص عنده ادويه مزمنه وموزعه بين الصبح والمساء، او الظهر والصبح والمساء،
اصولا تستشير طبيبها باي طريقه كان قبل الصيام بفتره لحتى تقدر ترجلج حالها وتعرف شو لازم تعمل. نعم. وفي كثير احيانا هالشيء اللي عم تقوله الست انه ممكن يسبب لها مشكله كبيره بموضوع اخذ الدواء باوقات غير مناسبه او بطريقه غلط. نعم. فممكن او بفترات متقاربه يعني خاصه ادويه الضغط ممكن تعمل هبوط بالضغط او دوخه او دوار او شيء، خاصه هي بتقول ما بتسحر الصبح، يعني كمان فيها شوية مخاطرة يعني. نعم. في شخص قال انه سنة الماضية انا ما صمت، السنة رح شوف، بدي احكي مع طبيبتي وهي بتقلي اذا فينا ننظم الادوية. بالاجمال اذا بدنا نحكي انه الاشخاص اللي عندهم مشاكل قلب وشرايين، الاشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي، ترايجليسيرايد، ضغط، الاشخاص اللي عندهم حساسية وربو او ازمة، بالاجمال بنقول فيهم يصوموا؟ بالاجمال ما في مانع يصوموا، يعني بتتنظم ادويتهم؟ ايه بس بدها تتنظم ادويتهم. مش كلهم بيقدروا يصوموا، بس في قسم كبير منهم بيقدروا يصوموا، لانه الادويه تستعمل معظمها مره او مرتين باليوم. والادويه طويله المفعول، يعني يعني بتتاخذ مره باليوم على 24 ساعه بتغطي بسهوله، او مرتين باليوم، بس في نوع من الليونه باستعمال الادويه اذا استعملت مرتين باليوم، يعني بين اذا استعمل قبل الامساك الصبح وعند الافطار المساء ما في اشكال كبير، حتى لو كان فتره اللي بيقدر بياكل فيها الواحد قصيرة نسبيا. نعم. بالفترة الصيف أو الربيع، فما في مشكلة كبيرة بهالأمراض. نعم. ولكن اللي عندهم أشخاص اللي عندهم مشاكل بشرايين القلب وأشياء هيك بدها شوية دقة وتنظيم متابعة. أكيد الطبيب هو اللي بيحكم، طبيب. نعم. الشخص نفسه ما فينا. نعم. نعمم على الكل. نعم. نفس الكلام، كل حالة هي فردية، يعني أكيد. عندها خصوصيتها، وأكيد نرجع نأكد أنه نستشير طبيبنا. وصلنا سؤال على الواتس أب عم بيقولوا لي بالكنترول روم أنه طبيب السكري بيقدر يصوم، نحن حكينا عن هالموضوع، عفوا مريض السكري، يعني الطبيب السكري بقى نحن حكينا عن هالموضوع امبارح، بس نرجع باختصار نذكر الأشخاص اللي عندهم سكري بيقدروا يصوموا للي ما حضروا الحلقة امبارح. بالإجمال اللي عنده سكري يستحسن أنه ما يصوم. نعم. هذا شيء متعارف عليه بكل العالم، يعني مش ما بقول للاسف، هذا كل واحد عنده معتقده، بس بلبنان حسب دراسات واحصاءات تبين انه 85 او 80% بيصوموا. نعم. عندهم سكر وبيصوموا. نعم. طبعا هيدي بدها كثير تنظيم مع الطبيب اللي عم بيعالجه بالنسبه لتنظيم الادويه، لانه في خوف كبير انه ينزل السكر بالنهار ويعمل مشاكل بتوصل. نعم. لكوما ودوار وغيبوبه. نعم. وكل هالامور، والارتفاع كمان كتير بالسكر كمان خطير، والارتفاع لانه بصير فيه كتير خربطات. اصلا التنظيم السكر خلال الايام العاديه بده كتير ميزان الجوهرجي مثل ما بيقولوا، يعني الطبيب لازم يكون عنده هيك، يعني هو والمريض تعاون كتير قوي ليزبط. نعم. السكر خلال 24 ساعة. نعم. فبشهر رمضان كتير صعبة ويستحسن عدم الصيام. فإذا وأكيد يعني امبارح حكينا أنه الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني، وكانت التوصية أنه استشارة الطبيب بحال نصحنا بعدم الصيام، فإذا الأفضل أنه ما نصوم، وإذا كان من النوع الثاني ومن السهل تنظيم الأدوية والمتابعة ممكن أكيد وفقا لإرشادات الطبيب. دكتور كنعان بدي أشكر حضورك معنا اليوم. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، وأكيد بتمنى لكم شهر صيام شهر الفضيل ويكون صيام مقبول من الجميع. شكرا. إذن نحن وياكم بنكمل على الصباح اليوم لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. شو رأيكم نروح لبريك جدا قصير ومن بعدها منعود نلتقي مع الشيف كيف نبلش نهاره؟ واليوم حلقة غير شكل رح بتكون معلمة. ليش؟ هلا بتشوف. عودي معكم للمتابعة. رح نبلش دغري معلمة، مش رح نمرق عند الشيف. ايه لازم، بدنا وقت، لانه ليكي لما وقد أعذر من أنذر. أوكي. طيب. شو في معلمة؟ أول شيء بدي أقول لك خلقة الفاشن بوليس لك. اليوم رح بشوفه ليه.
ميرسي حبيبي كلك ذوق. بنعرف قد في كريديبيليتي وقد في ثقه بكل كلمه بتقوليها، اسم الله عليك. وصار عندنا صار عندك الخبره لانك تقنعينا باي شيء، يعني هيدي صرت بتخوفي. لا لا ما بقنع شيء غلط، مش محله مش محله، بس اذا شخص ما بتحبيه شو بتعملي؟ قد ما يكون اذا ما بخص هذا الشيء شغله، اذا لابس حلو فيه يقول مش لابسين حلو؟ ما فيك. ما في. لا هلا انا كثير يمكن قاسيه، بس بعرف يمكن خلي الناس تتقبلني بطريقه، لانه في كريديبيليتي الحمد لله. هيدي نعمه. نحن اليوم رح نحكي عن السجاده الحمراء جوائز بيلبورد الموسيقيه 2017. انا كنت عم بتمنى تكون انت معي اليوم. اه في باريش ولا ما في؟ يعني انا اللي شفتهم هلا ما بعرف شو عم بينقوا لي. جوان ما بعرف شو نقت لي، بس انا اللي شفتهم يعني في رعب، في اشياء ظابطه. ايه تنشوف. يلا نبلش. نبلش دغري. مع سيلين ديون. سيلين ديون. سيلين ديون كانت لبسه قطعه بتطير العقل. سوري جوزيف مبلشي بوزيتيف. لبسه ستيفان رولان كانت من اجمل قطع. هلا اتس شو دريس ديفينتلي، يعني انا ما في البسها وروح هلا مثلا على حيالله ايفنت هون مثلا عرس، حتى عرس ما في يفوت لبسه هيك الا اذا كنت ام العروس او ام العريس. بس عيين السلاطين اللي اخترع كيف بيطير الانسان ما كان مثله. ايه في عندي. بس هي ما تنسى هون نحن الاورد لشو اوكي سينجرز اوكي و يعني مطرحهم، يعني مطرحها، وهي لابسه قطعه لا تعرضها. هون بس عندي كلمه صغيره اقول، يا صبايا يا حلوين بدها تلبس هيك فتحه على الصدر، ما بده يكون عندها صدر. اوكي اتس فيري ايزي، يعني كثير هينه. سيلين ديون ما عندها صدر. ما عندها صدر، دونك هيدي معموله تو بي في ذات از فيري بلونج، يعني في كثير كبير. فاذا انا عندي صدر بوقع بالفولجر. فولجر بالاف. عرفتوا؟ فعندها الصدر بترجيك في قصات لإلك. هي مثل وما يكون عليها ستراسك. ستراسك بلي اوكي. انت بتعرفي انه في وحده كانت مع عصابه طلعت انسان. انسان ايه انسان. ما هيك؟ ف لما بيعرفوا فرنساوي بيقولوا انه قولوا انسان بكل. وبعدين مش عيب اللغه ما بنعرف، فسألوا على الكلمه اجين. انا لهلا اي كلمه بالاجنبي، اسم اجنبي، اي شيء باي لغه بسال، احسن ما الناس تعمل مثل ما عم بيعمل جوزيف فيكم، فانتبهوا. ثاني صوره لفنانه انا بعشقها، شير. شير. او ماي جاد. في لحظه وضحوا الصوره اكثر، شيلوا لنا الستريب من تحت. اوكي. شير اذا ما عملت هيك ما بتكون شير. شير عمرها 75 سنه. عم تمزحي؟ ما عم بمزح ابدا. هي مره كثير استت، كثير بهمها شكلها وجسمها، عامله عمليه تجميل ليوم التجميل، بس هست اوريدي جسمها هو رائع وحافظت عليه. طيب بس هي لابسه شو؟ مش لابسه، هي مش لابسه، جايه مش لابسه، بس شير بالنسبه لا 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 كل العالم، كل الناس بتعرف بتنطر لتشوفها شو لابسه. انا ما جاي اقول اذا لابسه حلو او ما لابسه حلو، كل شيء بيلبق لها، اهم شيء لابسه كاركتيرها. This is شير. هون ما بدي اعمل ولا كومنت على تيابها. حبيت كاركتير. ايه لابسه كاركتير، لانه تصورها لابسه فستان مثلا كله مسكر هيك وكلاس وفيري شيك، بتقولوا ساخنه، انضربت شير ساعتها بتقول بهالشيء. This is شير. ما في شوفها غير هيك. تالت دريك. تالت صورة. شوفي. شوفي يا دريك. شوفي دريك. مين جاي يا دريك؟ دريك كمان بجيب لكم هيدا ميوزيكال اووردز، يعني كل شيء لك هو كثير مهضوم. هلا اكيد نقول الابيض بينصح جايز، هو مالين، بس فيري سمارت، كثير ذكي اللي لابسه، لانه شايفين هلا هالزيح السود جوزيف، هالخزانه اللي عم نشوفها قدامنا تقسمت صار فيها جويرير. شفت الزيح السود مثل جوري دغري رجع شوي، يعني عم بيرجلج لي جسمه، بس اكيد كنت بتمنى العكس تمام يكون لابس اسود وزيح بيض. ما عليه دريك مره ثانيه، خلينا نشوف. طيب ليكي لحد هلا انا مش راضي عليك. طيب نشوف. انا ما بعدك تحكي مع جوجو. هلا رح نشوف كيت باكنسيل لابسه زهير مراد مبدئيا. هيدا الفستان حلو، كثير حلو. سنة في كتير ورد، في كتير ديزاينز كبار، بده الواحد يكون رفيع فعلا، والقطعة رائعة. طيب هون عندها صدر ولبسة مفتوح.
ايه بس صدره مش هيوج. اه اوكي. عرفت مش تريبل دي مش آه. حطينا في شيء اسمه تريبل دي يعني ما حسب نحن قد ايه بنحب كل بدك 3 دي ولا تريبل دي يعني 3 دي بدك هو بصير 3 دي على تريبل دي هيدا الفستان بس مثلا انا هيدا بلبسه اكثر على كان وقت بتقولوا لي ليش بتقومي على القصير وقت بيكون في ريد كاربت او في فساتين قبها اكثر في فساتين خرجت اللبس يمكن لا هيدا مش ميوزيكال اوورد يعني على الميوزيكال اووردز انا بقول فينا نلبس اشياء تكون فانكي اكثر يمكن ما البس طويل اتس اوكي okay. بس عكان حلو فستان طويل اوكي okay. نقطه ورا بس حبيته الفستان ايه حلو كثير هلا لينزي ستيرلينج لبسي الي يوسف انا هون الي بدي هنيك الي يوسف شاطر كثير بجنن عم بيعمل اشياء كثير حلوه وصار على الريد كاربت قلبنا بيكبر هالقد يا الي لانه كل يوم عنا اسم لبناني عم بيضرب صح وبرافو برافو برافو ايه برافو لي برافو عنده مجموعه حلوه حضرنا له كذا كثير حلوه وهيدا الفستان ايه بالذات كثير حلو رايح لها اكستريملي لا طيب خلص وقفنا عند الي يوسف لازم من بعد لحد هلا اعطيتك الضوء الاخضر تفضلي ريتا اورا تنشوف ريتا اورا شو لابسه ها ريتا اورا لما نشوفها شوي اكثر عن قريب ريتا اورا يعني لابسه زليار فكره بفرد فكره هي طولها هالقد قد البورتوكليه مش غلط مش غلط ابدا بس يعني كلها مغطيه يعني كلك ماكوله بالقماش مش ضروري نلبس هالقد والشوز اللي ملقوطه من فوق عرفت كلها كل شيء لبستها لبسة بقصره اول شيء طول هالتنوره مش لقلك راتروت اوكي هيدي ايش بيقولوا لها الشانيل اكثر من شانيل اكثر من شانيل ايه. اوكي لانه هيدي ميدي تحت يعني تقريبا فوق الكحل هي بدك نعم. بدها طول رح ننتقل لفانيسا هاجنز لبسة ماركيسا عامله كولكشن بتمزل هلا هل ممكن يكون كولكشن حلوه بس لبستها مش لبتها نحن تمام نحن ما عم نقوم أوكي. ابدا على هالشيء في شوفها لماركيسا لفانيسا هلا هالفستان كلهم قالوا واو بتطير العقل شو حلوه فانيسا لبسه فستان كثير حلو طيب هي كلها كمان منا طويله جوزيف فيها زليار عقده لاحظت صح وهي فخده كبير وهي ايه لا وهي كلها على بعضها هيدا بده طول اكل لك الجسمه راحوا كل الكومنتس قالوا بتطير العقل قلت لهم نو ما بتطير العقل ما لها وصول نو 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 زلالة لا ولا لا هي هربت هلا في حدا اسمها زلالة لابسه من البيت زلالة لا بس زلالة لابسه سرعه لابسه شيء للمناسبه جنون طيب زلالة بتصور الايدول تبعها هي شير بلشت بلشت عم تفتح فتحات وتكمل وتوصل يعني. لشير بس كثير حلو ولاحظ ان اللوك كله مدروس مش تركي شعره انه انا كل في كثير اشياء درستها انت عم بتخوفيني صح لا لا انا بحب المفتوح والازياء انا بحب يعني الازياء بمحله يعني هي يعني الشخص اللي لابسه بده يلبس القطعه اللي له يعني ما في تصور كاترين دونوف لابسه هيك انت بتلبسيها لا اكيد لا اتس نوت ماي كاركتر اوكي ارتحت الكساندرا داداريو لابسه فيفيان ويستوود اما لا. هون اسمحي لنا جايين من العزيل ابدا عادي انه هلا درجه لحظه درج القماش مشمره عن زموده ابدا وجايه يعني معلية الفستان وشكلته ابدا مش معقول جاي لبسي فستان اول شيء بالمره مش للايفنت مش لانه قصير لانه كثير فستان عادي السبور يعني هلا درج الكتف القاشط هلا هو الفستان منه قاشط هي قشطته يعني وقعوا عليك كل النيجاتيف كومنتس عليك انت والشوز اللي مقتنعة فيها ومرتاحه حلوه الثقه بالنفس بس مش هالقد بننتقل لدانسيا دانسيا اها دانسيا ماشي اناناس اوه اناناس كمان لانه فنانه موسيقية اوت اوف سبيس لابسه شيء لحتى تفرط على هي لابسه هذا الشيء موفره كوافور لبسته كله للغطس لا اتس تو ماتش دانسيا فا لا ميزون جيسون ديرولو اذا بدنا نلحق مين في ورا جيسون لابس للمناسبه انا ما بحب الاخضر على القلبه غيره جوزيف ما بحب الاخضر مع انه كثير بينقذ اللون معه حق جون ليجند حبيب قلبنا
لابس جوتشي ليك ليك حلو ليك ليك الدوبات رجع الدوبات رجع دوباتي بلا ايه كثير حلوه اوكي برافو عليك هل سي سيرجيو هاتسون ليك لا 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 هل سي ليك حبيبتي ناسي نصك برا بعدين سوري انه ليه هالظهرات بالسيتيان لا لانك ليه كانت على البحر ايه ما لحقت ايه حطت شي بقى جنب قالوا لها تعي هلا هلا في مطرح لقالك ما كان في مطرح ما كان في مطرح حطت عليا من تحت مش جايبه توب مش معقول انه هيدا اتس فيري اجلي مش حيلا تزلطنا بشرفكم كملوا على السريع ما فينا ما فينا ما فينا ما فينا سو هدول بعض الاشياء اللي شفناها اللي بتنقز شوي يعني كثير بعد شوي كثير ابدا ايه ايه منيح بتعرفي شغله انا رح بلش اعمل فاشن بوليس انا عم بسرق منك كثير افكار انا قبلني انت بتلبس نجيب لانه انت صايره عم تكوني مهذبه شوي زياده عن اللزوم ميرسي جوزيف ثانك يو لك طبعا نحن دائما بانتظار رايك لما لكن المشاهدين رح نروح عند الشيف لشوف وين رح يبلش وصفته لليوم ورشة ملح صباح الخير شيف صباحو جوزيف صباحو لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا اليوم مثل العادة في عنا ثلاث وصفات وصفتين مالح وصفة حلو لكن عنا الفخاد للدجاج بالكعك في عندي كمان فيليه دجاج بخلطة كتير طيبة رح نحضرها هلأ أنا وياكم وننقع الدجاج سفينة للدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم جاهز عندي للدجاج وفي عندي عنقود الشوكولا طبعا مثل ما خبرتكم حضروا القشطه طيب انا خلينا نبلش هلا نحكي عن طبق الحلويات حضرت انا القشطه هيدي القشطه عندي صارت جاهزه حطيت حليب على النار مع سميد مع نشا خلطتهم مع بعض حصلت على قشطه فيني حط انا اخذ من خبز الفرنجي او قالب خبز الفرنجي كمان حضر فيها قشطه ما عندي اي مشكله، لكن مشاهدينا في عنا عده طرق للقشطه رح نعملهم انا وياكم خلال شهر رمضان مبارك. طيب هلا اول شيء في عندي الدجاج، صدوره الدجاج المسحبه مثل ما خبرتكم قطعتها شرائح فيكم انتم تقطعوها كيف ما بدكم بس ولكن نحن لازم نتبلها حوالي 12 ساعة. عندي لبن. لكن في عنا من اللبن عندي كزبرة يابسة اوكي لبن كزبرة يابسة عندي زنجبيل باودر كمان عنا كمون عنا رب الحار كمان تضيف رب الحار اوكي حسب ما انتم بدكم فيكم تحطوا حار ما عندي اي مشكله لكن مشاهدينا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه ضفنا رب الحار عندي من الملح لكن هيدي تتبيله لسفينه دجاج تتبيله كثير طيبه وتتبيله كثير شهيه المقادير قدامنا على الشاشه عندي من الفلفل الاسود اوكي لكن عندنا لبن عندنا زنجبيل باودر عندي كزبره يابسه عندي معجون الحار او رب الحار وعندنا فلفل اسود وعندنا لبن بضل في عندنا من زيت الزيتون وبضل في عندي من الثوم المفروم ناعم لكن مشاهدينا انا بعد رح اضيف الثوم المفروم ناعم وضفنا زيت الزيتون رح تبل الدجاج وباخر فقره رح نشويهم انا وياكم مع البطاطا المسلوقة ورح نرجع نشويها كمان انا وياكم وجوزيف باخر فقرة جوزيف ثانك يو لك شيف لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح بريك جدا قصير وبعدها بنعود للمتابعة ورح نحكي عن الجاردن شو والسبرينج سمر 2017 خليكم معنا معرض الحدائق ومهرجان الربيع هو موضوعنا اليوم بأرض وورد The Garden Show Spring Festival 2017 خلينا نروح نشوف شو في بقلب الجاردن شو وبعدها بنعود للمتابعة
السنة عنا كتير شيء سبيشل. السنة عاملين كولكشن كتير حلوة من الهيربس. كل الناس بتحب تحط اشياء على الشيب بالطبخ تبعولها، وحبينا يكون كولكشن كتير كبيرة. عنا مثلا 5 أصناف نعنع، عنا أصناف العطر كلنا بنعرفها مثل الجيرانيوم بس عندها ريحة، في منها مثلا على كولا، في منها على ليمون. عنا أصناف المريمية اللي هي السيدج، 4 5 أصناف. It's a very very nice collection لكل الناس بيحبوا الكوزين، بيحبوا يستعملوا منكهات بقلب الطبخ تبعهم واشياء ناتشرال. الفكرة كانت هالسنة انه بما انه التيم كولرز قلنا بدنا نعمل شيء شوي ديفيرون ونفرجي انه الوايت هو از اولسو ا كولر. بقى استعملنا جوا كل شيء وايت من الباليتات يلي هن بدنا نفرجي كمان انه بشيء منه غالب ينعمل شيء حلو وباسباس كتير صغير. وحطينا كمان جرين يلي هن كلهم بلانتات بيتاكلوا، كلهم نباتات بتتاكلوا من نعنع، كل شيء بالمطبخ اللبناني، في فراز، فلفل، كل شيء موجود هيك، يعني بمساحه كتير صغيره العالم عاده بيتركوها كيف ما كان تنفرجيهم انه ممكن يستعملوها. حتى المقاعد حطيناهم افير نحل قديمه بطلت منيحه للنحل، كمان استعملناها وعملناها بيضاء جددناها. عملنا فكره صغيره، حطينا برا خراطيش، رمينا لموا الاتيديون الخراطيش يلي هن بيكونوا كتير ملونين، تنفرجي انه ما ضروري الالوان تكون دائما بوزيتيف. يعني هي من وراء انه هالخراطيش لقيناهم نحن فارغين، هي في كرياتور ماتت من وراها. بتعرفي نحن كبروديوسر ورد يمكن اكثر شيء فينا نصيب التام كونه في كل الالوان، والسنه مفوتين الوان جديده، في ازرق واخضر. نحن كاجمالا بلبنان كثير قليل تنشوف ورد ازرق او ورد اخضر، فمفوتين هول لونين بالاضافه اكيد لكل الالوان الموجوده الثانيه. نحن هون بالجاردن شو قاعدين، كل شيء بيساعد للحديقه اذا حدا عنده جاردن. اليوم قاعدين المكانات اللي بتساعد لرش تنظيف السيارات وكمان يعملوا فاكيومينج. وحبينا هون الديكوريشن تبعنا تكون كل شيء جاردن فريندلي، كل شيء صديق للبيئه. ونحن كنا كل سنه عم ننزل ببارتيشن معينه من الجنينات، يعني فيك هلا بهذا كل الجدل رح باين على الكاميرا، حيلا بارت منه مقسم هو فيك تسميه عندك بالجنينه، اذا بتحطي شيء ميديترينيان او شيء للجبل او شيء على البحر او شيء قريب من البالكون او على التراس. حتى في كثير اشياء اللي ببينوا بفيديو ببوتس هن اصلا بكوبيت صاروا كبار عم نستعملهم، جبناهم لتراسات سو ما بدك لون الشطرين ولا شيء. وعم نستعملهم مثل العاده، يعني شويه غازون ارتفيسيال مع ايكورس، مع شويه زهور، مع اوليف تريز، مع سبيسيمنز. ترافل لبنان هو مش بس جمعيات، هو مناطق، 4 أكبر مناطق بلبنان، عم نحكي شمال جنوب بقاع جبل لبنان، كلهم جايين على الجاردن شو يعني على قلب بيروت تيعرفوا على مناطقهم. هيك الزوار تبع المعرض اللي هن اكثر من 20,000 بيقدروا يحضروا صيفيتهم من هلا تا كيف يزوروا هالمناطق. كثير حلو الاجواء بتجنن مثل كل سنه واكثر، الستاندات كثير رائعه، الالوان اللي مفرحه بالجاردن، الناس اقبال كثير قوي وحلو كثير بتجنن. كثير حلو، في ديفرسيتي، في كل شيء، بور لي غران، بور لي انفون، بور تو الموند. جميل جدا، حاجه جميله، حاجه تشرف الحقيقه. هيدي اول مره بنجي. لهلا كثير حلو، انه اول شيء حلو انه بقلب الطبيعه، يعني بقلب هيك محل تطلع من بيروت تطلع شوي من العمار، هذا احلى شيء. وبعدين في الوان وهيك انترس حلو للصيفيه، بياخذ العقل عن جد. في اشياء رائعه هون، في اشياء لكل الاعمار، والجنينات انه حلوين كثير، ما بتصدق انه حقيقه. روجي كمنتجي شتول وازهار بلبنان هالسنه مثل دائما موجودين بالجاردن شو، شو حبيت هالسنه تقدم بالجاردن شو؟ من اول ما تاسس الجاردن شو نحن عم نشترك فيه. انا دائما السلوغون تبعي هو الشتول التراثيه بلبنان. انا دائما بشجع الناس على الشتول يلي نسيناها بلبنان، يلي هي الياسمين والفل والجاردينيا والبوغانفيليا، هو اشياء مثلا والمرجان والحبق، هو اشياء كثير مهمه عندنا بلبنان والناس عم تنسيها. اليوم ببيروت في كثير بلكونات وفي كثير سطوح وفي كثير بنايات بشعه، بدنا نجملها، بدنا شوي نخفف من هالتلوث البيئي اللي ببيروت، بدنا نشجع الناس تزرع البلكونات تبعها، البلكونات المزروعه كثير بتاثر علينا وعلى نفسيتنا وبتجملنا حياتنا وبتخفف لنا شوي من هالمشاكل المتراكمه من يوم ليوم عندنا بلبنان.
إذا هذا هو الجاردن شو من 23 ل 27 أيار بميدان سبق الخيل من الساعة 4 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء. المعرض يلي بتلاقوا فيه شتول وأشجار وأزهار من إنتاج لبناني أهم شيء، وأيضا مختصين بهالمجال ليساعدوكم بتصميم حدائقكم. بهالمعرض في كل شيء بيتعلق بتنسيق وتصميم المساحات الخارجية من شتول لفرش وأكسسوارز. هو متنفس لأهالي بيروت واللبنانيين يلي بيستفيدوا من هالأيام ليزوروا ميدان سبق الخيل، هالمكان الرائع بوسط العاصمة. هالسنة موضوع المعرض هو الألوان بالحديقة، لذلك بتلاقوا بكل ستاند ألوان وفرح، مثل ما شفتوا أنه في ألوان ورود أخضر وأزرق، شيء جديد أول مرة بنشوفه بلبنان تقريبا، يعني كان متواجد بشكل كتير قليل. من الأجنحة المهمة بهالمعرض هو جناح ترافل لبنان يلي بعرف الزائر على كل النشاطات البيئية بكافة المناطق اللبنانية، وأيضا النشاطات المتعلقة بالسياحة البيئية. هيدا بالإضافة لكافة الأجنحة الأخرى اللي تعودنا عليها بالجاردن شو، مثل مكان لعب الأطفال وسوق الطيب. وما تنسوا ورشة ملح، ورشة العمل، ورشة ملح أخذ لي عقلي حس حسين، ورشة العمل اللي بتقدمها كندا بيطار بكرة نهار الجمعة من الساعة 5 للساعة 6 بعد الظهر بجناح تيست اند فليفر. كندا يلي دايما بتعرفنا على أسرار العناية بنباتاتنا وحدائقنا. أما بالنسبة لسؤالي كيف بتخلوا حياتكم أفضل، كتار جاوبوني، يعني ما رح نقدر نقرأ الكل، ولكن في فمري بتكون أحلى لما بنتوكل على الله ومنحاول نعيش كل يوم بيومه، لأنه اليوم الحلو يلي بيجي اليوم ممكن ما يجي بكرة مثله. عيشوا يومكم بيومكم. لحظة شو صار؟ اوكي رح نرجع نعيد من الاول. كمان منكمل تانكيو، بصير نهارنا احلى لما انت بتكون، لانه بتعطينا الايجابيه كل نهار. شكرا لك، بس راح الاسم لحظه من عندي. اوكي رجعنا. زينب سيد احمد، صباح الخير لاحلى جوزيف، حبك كثير وانا كمان. الحياه بتكون احلى برضا الله ورضا الاب والام، وكمان بتكون احلى لما مندور التي في ونحضر عالم الصباح وبيكون جوزيف يلي بيعطينا الإيجابية لآخر النهار بفضل ابتسامته وروحه الحلوة. Love you جوزيف، وأنا كمان بحبك زينب. صابرين طالب، صباح الورد لزوزو أمرنا الغالي. بتكون حياتنا أحلى بحسن التوكل والثقة بالله، بأنه كل شيء منيح وحلو بصير وبالإيجابية اللي بناخذها منك. Thank you صابرين. أم طارق غيث، صباح الخير، بشرب القهوة الصبح وبحاول أنسى كل شيء زعجني وبمزح مع الموجودين عندي وببلش النهار بابتسامة. نادين حسين شريف، الحيط ما دايمنا بتعطينا اللي بدنا اياه، الحياة ما دائما بتعطينا اللي بدنا اياه، ما لازم نوقف عند كل موقف بحياتنا، سو لازم نتخطى كل شيء، ما نوقف حياتنا كرمال حدا، ولازم نطلع ونظهر ونشيل فكرة اليأس من راسنا. صباح الورد بالتوكل على الله. ريتا تايجر، عيناك قصيدة، حب وحروف أبجدية، كلما نظرت إليهم تغير مجرى الكون وزاد حبي واحترامي، يسعد صباحك يا أرق صباحاتي، بخلي حياتي أجمل بطيبة قلبي ومساعدة الغير وبرسم الضحكة على وجوه الأطفال. شكرا لك يا ريتا تايجر. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم عالم الصباح، رح كمان نتوقف دقايق مع الشيف حسين ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. أنا هلأ بعد ما تبلنا بأول فقرة الدجاج المسحب، هلأ رح نبلش بالوصفة الثانية بالفخاد. طبعا الفخاد اللي هي بالكعك. طيب انا بحتاج للفخاد بالكعك، بدي خبز توست طري. هيدا الخبز التوست مثل ما عم بتشوفوا شلت له اطرافه وراح نفوتهم على الفرن. راح انا حمصهم بالفرن، بعد ما حمصهم راح احطهم بالخلاط الكهربائي واطحنهم. طيب اوكي فوتهم على الفرن. نيجي لنحضر التتبيلة. عندي للتتبيلة في عنا سكر، عنا كمان كزبرة يابسة. اوكي لكن نحنا بلشنا بتتبيلة الفخاد، تتبيلة الصدورة، صدورة الدجاج صارت جاهزة، هلا عم نتبل الفخاد. عندي سكر، عنا كزبرة يابسة، عندي بابريكا، عندي كمان من الزنجبيل بودرة، عندي ثوم
بودرة. فلفل أبيض. كمان منحط من الفلفل أسود رشة. طيب شو رح أعمل هون؟ رح آخد زلال البيض أوكي، الصفار ما بكبه لأن طبعا رح عوزه بعد للصفار أوكي. كمان مثل ما خبرتكم الصفار معوزينه. ليه معوز الصفار؟ لأن الصفار البيض أنا بدي لتفي الجانح أو تبل فيه بعدين كمان الجانح بعد ما تبلون. لكن حطينا مشاهدينا بعد رشة أوريغانو، حطينا بابريكا، ثوم بودرة، زنجبيل بودرة، كزبرة يابسة، فلفل أبيض، فلفل أسود، زلال البيض، وأيضا هلا حطينا رشة أوريغانو، وحطينا كمان من السكر. عندي كاتشب، كمان بضيف الكاتشب أوكي. وعندي من صلصة الصويا، صار فيني اخلطهم كلهم مع بعض. هيدا الجانح قدامي أوكي، ليكو كيف عملته. هيدا الجانح بكمشه بهالشكل من فوق وبصير بجرمه شوي شوي أوكي. أنا رح أجرمهم بهالوقت للجوانح للفخذ عفوا، رح اجرمهم بهالشكل هيدا لحتى يصيروا من تحت بشكل بول بهالشكل هيدا، وباخر فقره رح نقليهم سوا. بس طبعا رح تبلهم هلا احطهم بالصلصه، وباخر فقره رح نحطهم بالزيت الحامي. وهلا بنرجع لك جوزيف وكارمن. شكرا لك شيف. ناخذ بريك ولا بنروح عند كارمن؟ ناخذ بريك. هلا كارمن رجعين لك بعد شوي، وبدنا نتشكرك على الايجابيه اللي عم تعطينا اياها كل يوم صباحا، وبدي اوصل لك اكيد انت بيوصلوا لك، بدي اوصل لك قد ايه العالم بتتابعك وبتحبك وبتسالنا على اساس نحن كل يوم بنشوفك انه اسالها هيك وخلي تخبرنا هيك وتقلنا هيك. يعني لازم تفتحي مكتب كارمن، ضروري ضروري ضروري. بريك وبنرجع. عودي معكم للمتابعة. طبعا كلكم بانتظار كارمن وتتصلوا مباشرة على الهواء، تعطوا الديتس للولادة وأي مطرح وأي ساعة، وتسألوا السؤال اللي عبالكم تعرفوا هيك شو ناطركم بالنسبة لتحركات الكواكب وعلم الفلك. زودياك مع كارمن. صباحكم بالخير. صباح الخير جوزيف، صباح الخير شيف. كنت بدك تسالني شيء جوزيف؟ يعني انا في شيء قديش في عالم عم تبعث لك اخبار واخبار. انا بعتذر انه ما عم بقدر اوصل من الكل او للكل وصل لهم شو بدهم يعرفوا، بس بتمنى منكم بهاي الفقره فيكم تتصلوا مين ما وين ما كنتوا على الهواء، رقم التليفونات قدامكم على الشاشه، وتتواصلوا مع كارمن. كارمن السرطان كيف هاليومين؟ منيح صحيح. بس اقول لك جوزيف، اول شيء انه ايه بيقدروا يتصلوا فينا هون دائما، ويلي بيقول انه ما بيقدر يتابع بيقدر يبعث الايميل وبنجاوبه، بيحضروا الحلقه بعدين، يعني بيقدروا يتابعوا الحلقه على اليوتيوب عالم صباح، عم بيرجع ينزل كل الفيديوهات، كل الحلقه عالم صباح، كل فقره بحد ذاتها بيقدروا يرجعوا يحضروها كلهم. يعني ابعتوا انتم قد ما بدكم الاسئله اللي بدكم اياها، مثل ما انت عم بتقول يلي بده يحكي ما عم تلي على المكتب صار شيء ثاني، استشاره خاصه يبعثوا لي ايميل لالي. رح اخذ، بتصور في عندي نور ناطره من امريكا اتصال، رح ناخذ نور. الو. ايوه الو مدام كارمن. يا اهلا خير. اهلا اهلا اهلا. انا من مواليد 22 جون 1948 من عدن. 22 22nd يا جون. نعم حطي اوكي. انا خلقانة في عدن. نعم. ما بين الساعة 10 ونص الصباح و11 11 اوكي. نعم السؤال سؤالي برضو عن الصحة وعن المال
وانا عندي قضايا يعني، بس بدي اعرف اذا كان يعني اكسب القضيه او لا. فانا بشكل عام عن كل شيء. هلا بتحكينا؟ انا حكيت معك من حوالي اسبوعين، وقلت لي انه بنشوف الحلقه باليوتيوب، بس الى من اسبوعين الارسال ما يشتغل عندنا. نعم. يعني اليوتيوب ما في، اخر يوم كان 10 مايو. صحيح صحيح صحيح. يعني لغايه البارحه يعني. صحيح، رجع كان في عطل، مشي حاله، صار كل شيء عادي طبيعي، رجعت الاتصالات، رجع اليوتيوب، رجع الارسال، كله مفروض يكون رجع نورمال طبيعي، صار على اليوتيوب تقدري بتحضري. فاذا مش حابه انت تبقي معي على الخط نور، انا رح جاوبك بالنسبه لقضيه، اوكي؟ قضائيه، اوكي. في عندي انا، اذا الامور اللي عندك بصراحه، ايمتى هي القضيه عم بينشغل عليها؟ ايمتى؟ انت بقى يعني حوالي سنتين وشويه. هلا في تحرك بالنسبه لها؟ في عندك مواعيد بالنسبه لها، ولا هلا جامده القصه؟ هم بيعطوني مواعيد، بس كل مره بيقولوا تاخرت القضيه ليوم اخر. طب خليني اكون صريحه معك، هيدي السنه منا سنه ما رح تراعيكي، ما رح تراعي ظروفك، ما رح تعطيكي اللي بدك اياه. في اشياء جيده وفي تاثيرات سلبيه، والسلبيه منا سلبيه بمعنى سلبيه عاطله يعني، لا. لكن لحتى تنجحي بقضيه، انا بعلم الفلك بدي دعم فلكي، توقيت فلكي رائع. هيدي النقطة أنا مش شايفتها، هيدا الدعم الفلكي الرائع أنا مش شايفته، بالعكس شايفي في شوية معاكسات، شايفي في شوية معارضة بالنسبة لإلك. في بعض الظروف يلي بتزبط معك بيمشي حالها صوب سبتمبر صوب أكتوبر، ها هي الفترة اللي بعتبر يمكن تكون هي الأفضل بالنسبة لإلك. لكن بقول لك انه تابعي الامور، تابعي اكثر شيء صوب سبتمبر اكتوبر، هي الفتره اللي بعتبرها الافضل والاقوى لك. بقيه السنه مش سهله، بس السنه الجاي رح بتكون اسهل ورح بتكون افضل، اوكي؟ سنه 2018 ديفنتلي سنه افضل، وفي عندك خليني اقول انه شهر سبتمبر اكتوبر هن نسبيا الافضل بسنه 2017، وان شاء الله بهالشهرين يكون في عندك المعيد اللي انت بدك اياها، او تاخذي الاجوبه اللي انت فعلا بدك اياها. باخذ جانا، تفضلي. تفضلي جانا. الو بونجور. يا اهلا. معك جانا. نعم. بدي اسالك عن ابني. تاريخ؟ 13/12/88. اوكي، اي ساعة؟ الساعة 8 الا 10 بس بتوقيت السعودية. صباحا؟ ايه صباحا. 8 الا 10 بتوقيت السعودية، لأن هو خلقان بالسعودية. بأي مدينة؟ بالرياض. اوكي، خليني اشوف إذا عندي الرياض. عندي الرياض، اوكي. هلا شو عم بيعمل هو؟ هلا هو مسافر بدبي. نعم. بس مقدم على شغله جديده ضمن شغله، يعني بذات الشغل بس انه بوزيشن غير. فبدي اشوف اذا بيصير منيح، وكمان عن حياته الشخصيه يعني كزواج كارتباط. اوكي، شكرا لاتصالك. ميرسي لك. شكرا لاتصالك. بصراحه هو مرق بظروف كثير كثير صعبه. مرق بظروف صعبة وما كانت سهلة، وكانت تقريبا بأواخر 2016 حتى بلش 2017، كان بدايتها شوي مش ظابطة، ما كانت مركزة مظبوط، وما كان مركز مظبوط. عم بتقولي لي في تغيير عنده بالشغل، هلا أنا شايفة عنده تغيير بالشغل، شايفة عنده تغييرات كتير كبيرة، بس في شيء بآخر سنة 2017 مني شايفة استقرار. باخر 2017 عم بحكي تحديدا تقريبا عم بحكي عن شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، ثلاث اشهر، اخر ثلاث اشهر بالسنه منن مريحين ابدا لإله. وبالتالي اذا هو بيسمع اليوتيوب هو رح يعرف شو القصه. اخر ثلاث اشهر بهالسنه مهنيا مش لصالحه، تنقول نقل على شركه جديده، يمكن يحس بهالثلاث اشهر انه في صعوبة، أو يمكن يندم، أو في تعب كتير، فبده يتحمل هالثلاث أشهر، أو إذا بيقدر ينقل
بمطلع 2018 يمكن بيكون أسهل له. 2018 بصراحة رح بتكون سنة حلوة ورح تكافئه كتير. بقى مش عارفة هو أيمتى نقلته، أيمتى تغييره. في حال كان تغييره هلأ وما في باليد حيلة It's okay، بس يعمل حساب انه اخر 3 اشهر بهالسنة منهم 3 اشهر مريحين ابدا ابدا بالنسبة له، وخاصة عم بحكي مهنيا. سارة تفضلي. تفضلي يا سارة. يا اهلا. معك سارة من دبي، انا حكيتك الاسبوع الماضي بس مثل ما عرفت اللي قبلي انه كان في مشكلة باليوتيوب فما قدرت اسمع شو خبرتيني. صح. فانا تاريخ 28/1/85. 28/1/1985. اوكي، اي ساعة؟ يعني ماني متأكدة بس الصبح 9 الصبح تقريبا. لحد 9. والسؤال يا سارة؟ حياتي الشخصية العاطفية، وانا صراحة صار لي 5 اشهر بلا شغل وعم جرب اقدم على كذا شركة، وبعد ما حصلت على جواب. وكنت قلت لك قبل انا ناوي اطلع كفي عدم برا، فبدي اشوف اذا ممكن تصير هلا او لا. بدك تكملي عمل شو بدك تعملي يعني؟ ماستر؟ انا بحب الطبخ، سو عم فكر اطلع اخذ كورس طبخ في فرنسا. نعم، انت باي مجال تشتغلي؟ انا سوشيال ميديا. بدك تغيري يعني كومبليتلي تغيري المسار شغلك الكارير؟ يعني اذا اخذت الكورس بركي بعدين بفتح مطعم او شيء، بس انه هذا بعدين، بس بدي اشوف اذا عندي نقله او يعني بشكل عام. ايه مش مجوزه ما هيك؟ لا الحمد لله مش مجوزه. طيب اوكي، شكرا لك ساره. اكيد فيك تتابعينا صار على اليوتيوب، اليوم بعد الظهر بينزل اليوتيوب لكل الحلقه او حتى لزودياك. عم تسأليني عن اشياء بصراحة كتير مهمة، لانك عم تسألي عن تغيير جذري بحياتك المهنية. اول شيء بتمنى لو عندي ساعة دقيقة، لانه جوابي بيكون ساعتها دقيق جدا وبعطيكي الحل والجواب الشافي. بس رح اقول لك شو شايفي بشكل عام. اللي شايفته انه في مجال يصير عندك حدث حلو اخر 2017، عم بحكي عن شهر اكتوبر، عم بحكي عن شهر نوفمبر، في تغييرات حلوه بتصير، لكن يرافق هالتغييرات نوع من علامه استفهام كثير كبيره بشهر ديسمبر. صار لي 3 اشهر بلا شغل مثل ما فهمت او مثل ما عم بتذكر. انا اللي شايفته شايفة علامة استفهام، يعني أنا لو عندي اللي شايفته شو شايفة؟ ليكي إذا أقول لك شو القصة، هيدا القمر اللي موجود بالدرجة 29 آريس، هيدا أنا ما حببته لأنه واصل عليه أورانيوس سنة الجاي. سنة الجاي لما القمر هو بيتي بيدخل أورانيوس تغيير جذري كتير كتير كبير. أحيانا ما في حل وسط، يا تغيير إيجابي بينقلك من مكان إلى آخر، يا تندمي على التغيير. فبدي اياكي كثير تفكري بالموضوع. خلينا نشوف شو بيصير معك من هلا لشهر اكتوبر. اذا بتقدري تمشي الحال لشهر اكتوبر، يعني بعد ما يخلص شهر رمضان وبترجع الامور بترجع بتفتح والسوق بيرجع بيفتح، انا محلك ما باخذ تغيير جذري حاليا، عم بحكي بالنسبه طبعا لموضوع الفلك، بنطر شو بتشوف هالسنه شو اوضاعها، وعلى ضوئه بهالسنه اي هوب انه تلاقي فرصه بالشغل اللي عم تشتغلي فيه او بفرصه ثانيه رح تفتح بوجهك بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان بلش تفتح بوجهك. التغيير جذري مقبل عليكي، مقبل، مش بالضروره يكون سلبي، لكن ما بدي اياكي تزتي حالك زت لانه قاعده بلا شغل، اوكي؟ فخلينا نشوف بعد بدك تدول بيها. الحياه مش فجاه مثل السحر حكينا مع كارمن خلص ثاني نهار زبطت، لا، القصه معك اخذي وقت. واسألي حالك ليش اخذي ليه عم تاخذ معك وقت؟ في شيء عم بيصير عم بتفكري فيه، لكن إذا لقيتي شغل بالمسألة اللي أنت بتشتغلي فيها بالاختصاص روحي عليه، روحي وخلي تمرق هالسنة مثل ما هي قبل ما تاخذي قرار جذري، هيدي نصيحتي لإلك مثل ما أني شايفة. سيلفا تفضلي. ألو بونجور مدام. يا أهلا سيلفا.
بليز بدي اسالك عن كل شيء. انا ب 21 ديسمبر 66 5 الصبح بيروت. 5 صباحا؟ نعم بيروت. يا 5 يا 5 و5 يعني التيبكلي. السؤال عن كل شيء شو بتشوفي؟ شو بتعملي؟ مزوجه؟ نعم. نعم؟ نعم نعم. وفي اولاد؟ اكيد ايه الحمد لله. اوكي. تشتغلي؟ نو. يعني بدي اشوف هيك بشكل عام. In general كل شيء بليز. اوكي. ما في شيء pending بحياتك، مش ناطرة شيء. الو؟ ناطرة شيء، في حدث ناطرتيه، في شيء شغل ناطرتيه؟ لا بس حابة انه في ابخى علق الخط معي من حظي الحلو ايش بعرف. اوكي. شكرا لاتصالك. يا اوكي. اوكي. اوكي سيلفا، بالنسبة لسيلفا بتسأل بشكل عام، ما عندها أي سؤال معين. بالنسبة لك يا سيلفا، لأنه عم تسأل بشكل عام ولأنه في عندي تاريخ اتسيمز إنه أنت عارفة الساعة مظبوطة اللي خلقاني فيها. وبشكل عام شو اللي ناطرك؟ ما بعرف إذا بتتابعيني، بس بدي أقول لك سيلفا إنه أنت من المواليد 21 ديسمبر اخر برج القوس، زحل عندك هيدي السنه. زحل عندك هيدي السنه وضغوطه موجوده، زحل لما بيمرق مثل الموج العالي يلي بتزيح من دربة اشياء، الامور اللي منا ثابته بحياتك احتمال انه يصير في تغيير، بتحسي حالك انك انضجتي، في ماتشوريتي كثير كبيره، الاشياء اللي ما بدك اياها بحياتك من المستحسن انت تتخلصي منها، والا في اشياء رح تروح. في صفحة جديدة ناطرتك، في أحداث كتير كبيرة ناطرتك، كل 28 سنة زحل بيمرق مرة بيزورنا. النصيحة الفلكية اللي بعطيها إجمالا، أنا ما بحب تأثيرات زحل لأنه تأثيرات زحل نوعية وقته امتحانات، نوعية وقته امتحانات، امتحان للصحة، امتحان للحياة الزوجية، امتحان للحياة الدراسية، امتحان للحياة المهنية، في تغييرات كتير كبيرة، مثل الأعصار بيجي زحل وبخربط الأمور وبيدخل فاكتورز عوامل جديدة حياتك. سو الصحة بدنا ننتبه لها، الأجواء من حولي كمان بدنا ننتبه لها. اللي بعدين اللي معقول يصير انه كمان في عندك امور بحاجه الى تطور ورح تتطور بال 2018 اللي مفروض تكون 2018 شوي احسن من نهايه 2017. نهايه 2017 عم بحكي عن نوفمبر وديسمبر. ناخذ ماي اخر اتصال. بونجور. يا اهلا ماي. بليز بدي تاريخ 1/3/90. 1/3/90 اوكي. اي ساعه؟ 8:05 المساء بجده. 8:05 المساء بجده. نعم السؤال عن حياه العمليه بشكل عام. لمين؟ لابني. اوكي. عم بيشتغل؟ ايه اوكي. ماشي حاله؟ يعني مش كثير. اوكي بعده صغير. اوكي إيه. ماشي الحال. إيه. وعم يشتغل باي منطقه؟ بالسعوديه. بالسعوديه؟ اوكي يعني تقريبا طالعه نفس تقريبا نفس الورقه اللي عم يشتغل عليها. إيه. هو بس اجى على لبنان رجع راح على السعوديه؟ اي نعم. بيشتغل بمجال فني ارتستيك ماركتينج باي مقاولات؟ ايه مقاول؟ ايه بالكونستراكشن؟ ايه اوكي شكرا لاتصالك. ميرسي. اوكي حسب بالنسبه مثل ما انا شايفه رجع ابنك لطالعه، يعني بس لما نغير المنطقه اللي عايشين فيها تتغير، مشان هيك بنقول انه في بلدان وجهها حلو علينا وفي بلدان وجهها متعب علينا، في ناس بتفتح بوجههم بيرزقوا بمكان ثاني، ابنك رجع على المنطقه اللي خلق فيها. هلا ليش حلوه المنطقه اللي رجع عليها؟ لانه عنده المشتري موجود هون. هلا موجود هون، يعني هالفترة من الزمان حلو يبقى بالمنطقة اللي خلق فيها لأنه المشتري موجود بالبيت الأول البيت الثاني، يعني رح بيكون في عنده شوية مصاري، رح بيكون في شوية تغييرات، يمكن هلا مش مبسوط مطرح ما هو، بس فيري سون يعني رح أقول لك إنه بآخر 2017 بتبلش أموره تتحسن ويبلش يصير في عنده مدخول أفضل، بصير في عنده مدخول أفضل، فهيدي النقطة بعتبرها جيدة لا بأس بها. مش مشكل هيدي بعتبرها جيدة. ما في استقرار؟ ايه ما في استقرار. ليه؟ لانه كوكب اورانيوس موجود هون بالبيت السابع، هيدا اورانيوس،
وبيت السابع هو بيت الكونتريات، وبالتالي في عنده كثير تقلبات بالنسبه لحياته المهنيه. ما عم بحكي عن زواج، الكونتريات هن فيها تكون عاطفيه فيها تكون مهنيه، هون مشان هيك منه كثير مبسوط، في تغييرات، بفوت على شغل بيطلع من الشغل بفوت على، يعني بعد في عنده عدم استقرار، which is okay معلش بهالعمر معلي اذا فات على شغل ورجعت بيكسب خبره، هون بنقول له انه عم بيكتسب خبره. ماشي الحال، بعده صغير، بيكتسب خبرة، شو الحلو؟ إنه بعده صغير، لو شخص رب عائلة عمره تنقول 45 50 بيعتل هم إنه كل سنة عم بغير شغل، بالنسبة له ما عليه، هلا اتس أوكي ماشي الحال، يغير غير غير ليقطع هالفترة وبساعتها بصير بفترة أحلى، بس بيسكلي شايف إنه 2017 2018 رح بتكون كثير حلوة. بتصور هذا كان اخر اتصال لليوم، شكرا لكم، ما تنسوا بتتابعوا كل شيء على اليوتيوب، رجع كل شيء نورمال مثل العاده، وما تنسوا تتابعوني الابراج مرتين كل يوم، مرتين كل يوم 7 الى ربع صباحا كل يوم و10 وربع اول فقرات عالم الصباح. العوده لك جوزيف. شكرا لك كارمن، بنشوفك بكره ببدايه عالم الصباح على 10 و8 دقائق بتوقيت بيروت. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح، بريك جدا قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا. عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم، رح ننتقل لضيفتي اللي رح تحكي لنا عن جمعية هبة لموهبة، ماريس كساب مؤسسة هالجمعية. طبعا صباح الخير. صباح الخير جزيل، أهلا وسهلا فيكي. أول شيء برافو، معروف العنوان، يعني شو بقولوا المكتوب بنقرأ من عنوانه، يعني نحن بحاجة دائما لتشجيع المواهب وخاصة المواهب الصغيرة، وهيدا أنتم موضوعكم. خلينا نعرف هيك سريعا عن هبة لموهبة، شو هي هالجمعية وأيمتى تأسست؟ أوكي جوزيف، هي الجمعية تأسست من سنتين. نعم. مثل ما اسمها بدل هبة لموهبة. نعم. هي نحن هدفنا نساعد الأولاد اللي عندهم مواهب. نعم. بكل الدومين، بكل المجالات الفنية والرياضية، ولكن ما عندهم الإمكانيات المادية انه ينموها. نعم. هيدا الهدف تبعنا الاساسي. بس مجالات فنيه ورياضيه. اكزاكت، يعني كل شيء فن، كل شيء من مسرح لرسم لموسيقى، غنى، رقص، وكل انواع الرياضه. والرياضه كمان، هدول نحن الدومين اللي بنتعرف. طيب كيف طلعت الفكره وليش قررتي تعملي هالجمعيه هيدي؟ لانه اول شيء الهدف الاول اذا بدك الالتيم تبعنا. نعم. هو انه هالولد اللي عايش ببيئه محتاجة، يوم من الأيام إذا نميت له موهبته فيها تكون مورد عيش له. صحيح. فيها تكون طريقة يقدر يطلع فيها مصاري يساعد عائلته ويساعد حاله. بس هيدا أكيد هيدا البيت الألتين تبعنا، يمكن نحن ما نقدر نوصل لهون وهالولاد ما يكملوا معنا هالمشوار الطويل، ولكن حتى لو ما وصلنا لهون الولد ضروري، أنا برأيي من حق كل ولد، مش لأنه خلق ببيئة ما بتقدر، من حق كل ولد يعمل نشاطات ترفيهية. ليش؟ لأنه كل الدراسات أثبتت، وأنا عم بعمل دراسات بالنيوروسيانس، انه الولد تتنمي له شخصيته وتنمي له ثقته بحاله لازم يعمل ترفيه. بدها تبعد الولد عن الادمان، المخدرات، اليوم بنحكي قديش في ادمان، قديش في عنف بين الاولاد بالجناس، قديش في ادكسيون لكل شيء، ادمان على كل شيء. ليش؟ لانه الولد ما عنده مجالات يفجر هالطاقات اللي عنده اياها بشيء مفيد. دونك من الضروري انه الولد يعمل نشاط ترفيهي، كما انه الدراسات بينت انه كل الاولاد اللي بيعملوا نشاطات ان كان موسيقيه او رياضيه او رسم او رقص نتائجهم بالمدارس دائما احسن من غيرهم. صحيح. وحتى هن بعد مستقبل كثير طويل محميين من امراض العقليه، يعني من الالزهايمر ومن المرض النسيان. حتى اليوم السينيورز قد ما مهمه الوزير كرياتيف يعني والترفيه، عم يرجعوا حتى يعملوا لهم حمايه وبريفنسيون من الالزهايمر، عم يعملوا لهم الوزير وترفيه، يعني كلها نشاطات ترفيهيه. دونك بالنسبه لنا ضروري كل ولد، من حق كل ولد يكون عنده هالشيء. بتعرفي شغله كثير حلوه اللي قلتي، وكنت انا عم بحكي من اسبوعين قلت للمشاهدين قديه ضروري نعبي اوقات اولادنا من اول عمر المراهقه لاخر عمر المراهقه، لانه اذا في عندهم اوقات فراغ اكيد رح يوقعوا بالغلط، مش ممكن
اكيد يعني في اخطاء كتير ممكن يقعوا فيها ويعبوا اوقاتهم بامور مش مستحبه، ولكن اذا عم نحكي بنشجعهم فنيا ورياضيا اللي هي هي الامور اللي بنشغلهم فيها ببدايات مراهقتهم الى ان يوصلوا للحياه العمليه ضروريه جدا. اكيد برافو على هالمبادره، مشكوره جدا لك ماريز. طبعا هالجمعيه بحاجه ل المساعدة من خلال نشاطات عدة حضرتك عم تعمليها، كتبت كتاب كمان وكان في عدة نشاطات لجمع التبرعات لنقدر نساعد عدد الأطفال. أول شيء قد ايه عم تقدروا توصلوا لقد ايه عدد أطفال تساعدوهم؟ نحن هلا دوب بما أنه صرنا سنتين لهلا عنا 12 ولد. نعم. وهيدا عدد لا بأس به. تعرف قديش متابعة يومية؟ نحن أولادنا بنسجلهم وشو بيحبوا يعملوا نشاط بنسجلهم بالإتابليسمان أو المؤسسات اللي فيهم يعملوا فيها نشاطات. نعم. يعني عنا أولاد بالكونسيرفاتوار الوطني، عنا أولاد عند فابريانو بيعملوا رسم. نعم. عنا أولاد بالآر إيرونيسانس عند فؤاد توم، عنا أولاد بالمعهد الأنطوني تبع الباب عبدة بيعملوا ميوزيك. يعني بنجرب نسجلهم حتى بأحسن مؤسسات. نعم. لحتى تكون فريمون عم يتعلموا بشكل جيد اللي بيحبوا يعملوا. ورياضيا؟ رياضيا عندنا بالهومنتمنت، عندنا بالشياح بالجيمناستيك. دونك وبنتابعهم لهالولاد وبنتكفل بالمصاريف كلها اللي لازمه بكل. نعم. المصاريف. نعم. حتى بنحس اذا في ولد عايز ماتيريال ليعمل هالنشاطات. نعم. بنأمن له اياه. وحتى وصلنا كمان وقت لقينا انه في ولد مش قادرين يوصلوه اهله، يعني في مشاكل ترانسبور، امنا شوي الترانسبور لما يكون هالشيء عائق لهالنشاط. نعم. نعم. ماريس كيف عم يتواصلوا معكم؟ نحن عندنا سيت، عندنا باج فيسبوك اسمها هبه لموهبه. نعم. اللي بحب يحكي معنا ويبعث لنا مساج، دونك بندرس الدوسيه تبعه وبنشوف اذا فينا نساعده حسب الوضع الاجتماعي. يعني ضروري الوضع الاجتماعي. نعم. يكون ما بيقدر، لان نحن نحن فاتحين مجال لهالولاد ولهالكاتيجوري من الولاد بالذات. نعم. يلي احوالهم الماديه ما بتسمح. من اي اعمار لاي اعمار؟ من السبع سنين وطلوع، ما عندنا ريستريكشن ل 18. اذا الولد موهوب واذا فريمون راغب. نعم. نحن بنكمل معه. نعم. ونحن بنتابع بس نعم. لك جوزيف انه نحن كثير بنتابع نشاط الولد بهالمؤسسه اللي عم بيروح عليها، لانه كثير بهمنا انه يكون في مثابره والتزام. نعم. لانه ما نكون عم ناخذ بندرب غير اولاد. صحيح. ولليوم ال 12 ولد اللي عندنا اياهم كثير سعيدين ومبسوطين وما حدا منهم الا ما بيروح بكل فرح بيشارك بنشاطاته. شو حلو. طب خلينا نحكي عن النشاطات اللي حضرتك عملتيها بكرمال التبرعات لتقدروا تقوموا بالمصاريف. لانه اللي بيقول جمعيه خيريه بيقول اكيد بدنا مصاريف. نعم. وخاصه انه ما في شيء رخيص بقى وكله بكلف. نعم. دونك اول نشاط عملناه يعني لقمنا بهالجمعيه وبلشنا بهال 12 ولد هي كان كتاب انا كتبته واصدرته عن دار النشر نوار اي بلون اتسيتيرا من سنه. هو كتاب اسمه ان اوبجي اون هيستوار، هي مجموعه مقالات كنت اكتبها بالاوريون لو جور على فتره 6 سنين بتحكي عن التاريخ الاشياء اللي بنستعملها كل يوم. جمعنا هالمقالات كلها وعملنا كتاب وكان الحمد لله كان نجاح كثير كبير. غريب هالكتاب. ايه لانه بيسلي كثير. أول مرة بده يتناول هيك مواضيع. صح. يعني الأنكدوت الإستوريك، الطرائف التاريخية اللي بتتعلق بكل الأشياء اللي بنستعملها بحياتنا. يعني المج اللي كان خشبي قبل، كل شيء معقول تفكر فيه موجود. نعم. والكتاب بعده موجود بليبراري أنطوان إذا حدا بيحب يطلع عليه، لأنه كتاب بيسلي وبيرفه يعني بتتعلم. بأي لغة هو؟ بالفرنسي. اسمه أن أوبجي أون هيستوار. نعم. كل ريع هذا الكتاب راح للجمعية وهذا كان البداية تبعنا. نعم. هلا من بعدها أنا بعمل سورتي، نعمل ظهر يعني سورتي رحلات ثقافية، بنظهر مع جيد وبنروح بنكتشف لبنان وريع هالسورتي بيكون كمان للجمعية تبعنا. نعم. وهلا مشروعنا اللي هلا نحن فيه هو الجاردن شو، يعني ديجا بلش صرنا يومين وبعد عنا 3 أيام، عنا ستاند بالجاردن شو، ستاند هبة لموهبة. بدعي كل الناس يجوا لعنا على هالستاند لانه حملتنا مهضومه بتقول انه الالف ليره مش بس بتحكي، الالف ليره بترقص وبتغني وبتمثل وبترسم كمان. صحيح. لانه هيدي طريقه لنقول للعالم انه حتى لو شاركوا معنا بألف ليره، ألف ورا ألف، نقدر نساعد هالولاد ليكملوا نشاطاتهم ونكمل بجمعيتنا. نعم، قد ايه هدفكم الوصول لاي عدد اكبر؟ من الولاد؟ نعم. طبعا، ما في جمعيه بتبلش الا ما بيكون هدفها يا ريت تقدر تساعد اكبر عدد ممكن. في كثير مقدمينكم بس ما قدرتوا تاخذوا الكل. طبعا، لانه بعدها امكانياتنا محدوده. نعم. ونحن بهمنا جوزيف مش نكبر العدد، بهمنا نكمل مع الاولاد اللي بلشنا فيهم، يعني اذا قدرنا كبرنا العدد مش غلط، بس كمان ما فينا نكبر كثير ونضطر نترك اولاد بطريقنا، اذا بس كملنا مع 12 ولد وقدرنا وصلناهم يوم من الايام للهدف اللي
حابين نوصل له بيكون كتير منيح، ولكن اكيد اذا الناس ساعدونا اكثر امكانياتنا بتكبر وبيصير فينا ناخذ اكبر من هيك. نعم ماريز، شو عم تعملوا بالجاردن شو؟ بس اشرحي لنا اكثر شو عم بيصير. الجاردن شو هو كان بس كنا استاند تنعرف العالم علينا، لانه الجاردن شو كان اذا بدك اول كونتاكت معنا مع المجتمع. نعم. لانه لحديت هلا كان عم تقتصر علاقاتنا مع الاصحاب يعني. نعم. دونك هلا هيدي اكسبوجر لنا لحتى نعرف الناس على هالجمعيه. دونك بيجوا على الستاند لعنا بيشاركوا حتى لو ب 1000 ليره، وفي تومبولا، في عنا سحب ايميديا يعني بيسحبوا في لويات ايميديات لحتى يعني هي طريقه بنشكرهم انه شاركوا معنا، وبنعرفهم على جمعيتنا وبيتواصلوا معنا. وحتى اذا في ناس عندهم اولاد وبيعرفوا اولاد عندهم موهبه باي دومين ولكن احوالهم ما بتسمح لهم، كمان بنتمنى يتوجهوا لعنا على الستاند ونتواصل نحن وياهم هنيك. نعم، طيب شو النشاطات يلي عم تحضري لها من بعد الجاردن شو بالنسبه للجمعيه، جمعيه هبه لموهبه؟ هلا هيدا النشاط هلا مركزين عليه 100% وان شاء الله بيكون ناجح، وصرتوا هلا عندنا اليوم فرصه وجاي علينا ويك اند، دونك بتامل يكون في اقبال كبير. صحيح. وان شاء الله الناس اليوم اللي سمعتنا يقصدوا يتوجهوا على الستاند لعنا ليتعرفوا علينا ونعرفهم اكثر على حالنا. وطبعا بضل في نشاطات ان شاء الله، عيد ميلاد عندنا نشاط كمان بنبقى بنحكي عنه بوقته. وان شاء الله خير ان شاء الله خير. هلا نحن كمان جوزيف لانك سالتني، نحن بنتمنى انه يكون عندنا كمان دونيشن، يعني يكون في بنك او حيلا مؤسسه بتحب تعملنا سبونسر، هيدا بنكون ممنونين. وعندنا كمان سيستم اسمه باريناج، يعني مثلا انا عندي ولد في احدى الصديقات تبعي اخذته على عاتقها كل السنه، يعني هيدا باريناج، يعني حب حدا تعاطف مع فكرتنا، تعاطف مع الاكتيفيتي اللي بيعملها الولد، بيجي بياخذه على عاتقه، يعني بيتكفل بمصروف هالولد على السنه كامله، ونحن بنكون صله الوصل بينه وبين هالولد، ودائما بنخبره شو النشاطات اللي عم بتصير وكيف عم بتكون تقدم لهالولد، هيدا الايديال عندنا، يعني بنتمنى انه يكون في هالشيء. يعني أنا بدي أتمنى لك التوفيق ماريز، يعطيك ألف عافية لأنه الفكرة عظيمة. ايه؟ وإن شاء الله بتوصل للألف ولد. ميرسي كتير. يعني بالفعل يعني وأكثر كمان، ما يبقى ولا ولد عنده موهبة ما يقدر ننمي له إياها وما يقدر يشارك بأي نشاط فني أو رياضي، لأنه بالفعل النشاطات الفنية والرياضية هي اللي بتدعم أفكار أولادنا وعقول أولادنا وبتعطينا مستقبل أفضل، لأنه هن بالنتيجة مستقبل الوطن. بتعرف جوزيف، بس قبل بدي أقول لك أنا كان في نقص بالبلد بهالشيء. نعم. يعني اليوم كل هالجمعيات المشكورة بتعنى بصحة الولد بصحته المعنوية المادية، بس هالدومين كان شوي ناقص. نحن كملنا عمل هالجمعية، عم نكمل عمل هالجمعية. شكرا لك ماريز، يعطيك العافية، بنشوفك ان شاء الله كمان بمقابلة قادمة مع نشاطاتك اللي جاية. ميرسي بوكو. لكل المشاهدين بريك ونرجع. عودي معكم للمتابعة، خلينا نحكي طبعا كل يوم اثنين وخميس موضوع جديد مع تانيا. اليوم رح نحكي انه ليش منتجادل وليه الجدال امر طبيعي وليه منتشارع، اذا في فرق بين نتشارع ونتجادل. خلينا نحكي مع تانيا. تانيا صباح الخير. صباح النور، بدي اتشارع. ولي انت معروفه في ما فيك بدك تتجادل وتتشارع وتاخذي وتعطي، يعني هذا شيء امر طبيعي. اكيد وانت وغيرك طبعا وأنا طبعا كل انسان صح يعني. صح واحد بده يفرض اوقات وجهه نظر واوقات بده يبين وجهه نظر. صح. وكمان في فرق بين الاثنين. صح، فت بصلب الموضوع جوزيف، لانه اوقات في اثبات وجود، اثبات سيطره، اثبات راي، وفي اوقات حاجه لايضاح امور، يعني بدنا نوضح امور بين بعضنا. لهالسبب النقاش والجدل والشريعة هن جزء منا. بس قبل ما نفوت بالموضوع نحن ونحكي عن ليش وكيف وكيف فينا نتشارع بطريقة بناءة، خلينا نشوف الناس ليش بيتشارعوا. سألناهم وجاوبونا تنشوف ليش بدنا بيتشارع على نفس الأسباب. ليش بنتشارع عادة مع بعض؟ بنكون معصبين. بتعرفي لوين بتوصل الشريعة؟ حسب، يا يعني ما أكثر الأوقات ما بتوصل لمطرح. لأنه مجانين. الشريعة حسب وجع الإنسان بتوصل الشريعة. ليش الناس بتتشارع مع بعضها؟ قلة عقل. بس يكون كل واحد عنده رأي مختلف. أوقات بتوصل لأشياء منيحة، أوقات لا. في أوقات ناس بتحس إنه حالها أحسن من غيرها.
وفي ناس بتغار من بعضها اكيد. نقاش امتى بصير شريعه؟ من وقت ما انت ما بتفهم علي ولا انا بفهم عليك. انت حق معك وانا الحق معي. لما ما احترم غيري بصير في كلاش، بفوتوا ببعضهم. حسب عقل الزلمه يمكن يقتل قتيل. اكيد حيكون سوء فهم او سوء تفاهم. وما بعرف، العالم كلياتها بتحسي هيك، ساره روحها راس مناخيرها. في اختلاف بالراي، في اختلاف بالدين، في اختلاف بالمنفعه الخاصه. ظروف الحياه كثير صعبه كمان، هيدي بتاثر كثير. لا هلا عم توصل للقتل يعني. انفقدت المحبه بين الشعوب، ما عادش في محبه، صارت كلها مصالح. في يعني قبل اخر شخص حكي، مع انه كمان اللي حكي اخر شيء كمان كثير مهم، لانه المحبه خفت، قال انه اوقات هالايام عم توصل للقتل الشريعه. للقتل؟ عم نشوف، عم نسمع، معقول هذاك اليوم انه زي احنا من الطريق؟ لا، عم سمعك من الطريق باوسط، اولويه مرور عم بيروح، عجب نسكافيه باوسط. صح صح، بالفعل يعني. وهيدا اللي مشان هيك عم نحكي عن هالموضوع، لانه مش مزحه انه نحكي شو اهميه الشريعه وشو اضرار الشريعه والنقاش الى ما هنالك. خلينا نعطي مثل عن عالم الحيوان. تنقول اسد قاعد مع مجموعته، واسد غريب بده يفوت على المجموعه. اجمالا اللي بيصير، الغريب بجرب يعرض قوته. نعم. والاسد المسؤول عن المجموعه او السعدين اللي بدك اياه، بيواجهه، بيعرب وجهه، بيطلع جسمه كله، بياخذ شكله الخناق. باغلب الاوقات يلي عم بجرب حظه بينسحب وبفل، اوقات لا، بيقرر انه بدي كمان اتحديك وانا سيطر على المجموعه، فبيتخانقوا مع بعضهم وبيعملوا ازمه، ويلي بيربح هو اللي بيصير مسؤول عن المجموعه. نحن كمان كبشر جوزيف ببداياتنا اذا بدك، اضطرينا بمكان ما انه ندافع عن اماكننا، عن عائلتنا، وبعدنا لليوم نضطر فيها، بس كان عندنا هالانستينكت، هالغريزه، لا بس لاقول عم بعطي هذا الشيء انه هيدي غريزه فينا، انه الدفاعيه، وانه نستعرض قوتنا لحتى ندافع عن ما هو عزيز علينا، شو ما كان هالعزيز علينا. ليك بتاخدي هذا المثل على كثير قصص أكيد. يعني حتى بالحياه، يعني اذا بتكوني انت عندك تريتوار لإلك، صح، حدا بيجي على هالتريتوار بدك تدافع، بدك تنفش ريشي، طبعا يعني بدك تنفش ريشك، هاي الكلمة. نعم. ننفش وناخذ بوزيسيون قتالية. ولكن الفرق بيننا وبين العالم الحيواني اللي نعتبره بدائي إذا بدك من ناحية الانستينكت، هو إنه عند البشر اكتشفنا مع الوقت إنه إذا منا دريانين ليش عم نعمل هالدفاع، إذا منا أكيدين من مشاعرنا، دائما الشريعة والنقاش بيكون مدمر. نحن بحاجة نعرف ليش عم بشعر هيك، وليه بدي هالقد دافع، وشو هي الأمور اللي عم تدفعني، بدي حلل ليش. إذا ما بحلله وبس بروح باللحظة الغضب تبعي فقط، أنا بروح على نقاش عنيف مدمر. لهالسبب ارتقينا، صرنا بتعرف إنه يا خي عد للعشرة، طول بالك، فكر قبل ما تحكي. دايما بنحكي بهالأمور ليه؟ لأنه اكتشفنا مع الوقت ومع التجربة إنه إذا فقط نحن ضحية هالثورة الغضب، نحن رايحين على دمارنا. مش هيك ارتقينا انه فينا نعمل امور تانية، ونحن غير مسيرين فينا نعمل امور تانية. مش معناتها ما نعبر على غضبنا، ضروري نعبر على غضبنا، وصرت قايلتها 100 مره وبرجع بقولها، انما بدنا نفهم كيف عم نعبر عن غضبنا وليش عم نعبر عن غضبنا. نعم. يقال انه اذا عم تتشارع مع احد لفتره اكثر من 5 دقائق، على الارجح المشكله مش عندهم، على الارجح المشكله عندك. كيف؟ شو يعني؟ يعني مثلا انا استفزيت بموقف معين او انت استفزيت بموقف معين، فتنا بشريعه. اذا هالشريعه يلي هي اجمالا بيطلع الصوت فيها، بنعبر، في شيء عم يغلي جواتنا، جسمي بيصير عم بيعطيني رسائل يقول لي انه لازم تجاوبي. اذا تخطت ال5 دقائق المرحله العاليه من النقاش، نعم، وانا مكمله، على الارجح عندي انا المشكله. اوكي، لانه ما عرفت ضبط. بس في اوقات شو بدي اعمل، اوقات اشخاص ما بيستوعبوا الفكره اللي عم تنعطى من الطرف الاخر، يعني مزبوط. شو هي مزبوط. يعني الا ليتوضح شيء خلي الامور انه ايه مزبوط. صح. يعني في 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 هون لينك او حلقه بقى تنوجد، مزبوط، حتى الانسان يعرف انه وصلت وجهة نظره. مليار بالميه. ولهالسبب الشريعه اذا بدك ثوره الغضب هي غير الغضب. نعم. الغضب امر مش سيء، هو نوع من مشاعرنا الاساسيه. عندنا 4 عائلات مشاعر اساسيه، الغضب هو وحده منها، اسطحا وحده، اكثر وحده بنعبرها دغري بسرعه بتطلع، يعني الحزن اوقات ما بنعبر عنه، الخوف بنخليه اوقات اغمى الخوف، بس الغضب هو نوع من مشاعرنا الانسانيه، يعني ما بدنا نعتبر الغضب شيء سيء.
هاي أول نقطة. إنما ثورة الغضب إنه أطلع من حالي، بنقلها بالإنجليزي ريج يعني عم يرغي صار. بس تعرفي أوقات اللي بيغضب شيء تاني. شيء اللي بيغضب كتير أوقات ما بيقعد يسمع اللي عم يتشارع معه، لأنه إذا ما سمعه ما بيقدر يوقف الشريعة. هيدا اللي عم نقوله بتصير إذا أنا أتخطيت الخمس دقايق، يعني المشكلة عندي إذا أنا فقط رايح بغضب اللحظة وبأنه بدي سيطر على الآخر. إذا هدفي من الشريعة أني سيطر على الآخر، أنا رايح على نقاش مدمر. رايح على عنف، عنف لفظي، عنف معنوي، في اسمح لحالي سب للآخر، في قلل احترامه للآخر، في يهينه، في اضربه، في يقتله. هيدا هو ثورة الغضب يلي بتوديني لهون. في هيدا فرق بينه وبين الغضب يلي هو شعور إنساني 100%. كيف بشتغل مع غضبي؟ كيف بعبر عنه؟ بدي أول شيء لاحظ إني أنا بدي أعترف إني أنا غاضبة. وإذا أنا غاضبة بهيدي اللحظة، إذا شرعت أنا أنا وياك تنقول خمس دقايق وطلع الصوت، بهالخمس دقايق عندي وقت انا وعم بسمع لك، انا وعم ناقشك، اني اقول لحالي يا تانيا انت كتير طالعه من حالك، انت كتير عم ترشفي، شوف checking with myself، بدي افحص حالي يعني. عندي هالوقت كلنا بنعملها، مش انه بوقف طول بالك لافحص، ما انت بتشعر ان عم برجف انا وعم بحكيك، عم الريق بيتمي، عم ينشف قلبي، عم بدق بسرعه. تعرفي شغله ثانيه، في شغله صارت من فتره انا وياك، صار في انا وياك نقاش على شغله وعلى شخص. صحيح. هالشخص انت بتشوفيه وجهه نظر مختلفه، انا بشوف وجهه نظر مختلفه، ضلينا نتناقش حول هالشخص لا ساعة اللي قلتي لي انا ما عارفه انه هذا الشخص عمل هيك. ايه صح، انت هاي هون ارتحت. انا هون انت هون ارتحت. بس الحلو انه لما انا وياك كنا عم نتناقش، نحن ما رحنا على شريعه طالعين من حالنا، هيدا اللي ساعدنا، انه انت كنت مصغي جيد وانا كنت مصغيه جيده. يعني انا سمعت لك للي وجعك، وانت سمعت لي لوجهه نظري انا كيف بشوفها. انا بدي اوصل شغله انه هون اوقات الكلمه وحده بتكون مفتاح خف الغضب 100%. يعني هي قصه انا ما كنت عارفه انه هالشخص هو عامل هيك، وثقت اني انا فهمت عليك. هيدا النقاش البناء، هيدي شريعه. بس هون انت طولت شوي لتعطيني هيدا. طبيعي بنتي. اكيد بده وقت، هيدا الحوار بده وقت، على امل انت تكون كمان فهمت وجهه نظري. طيب خلينا نبلش هيك الحلقه. لا بالفعل جوزيف، المثل اللي عم تعطيه مثال نحن عشناه سوا، وهيدا الحلو، يعني النقاش هو بناء اجمالا. الشريعه فيها تكون بناءه، بس بدي اعرف انه اتفاعل معها واشتغلها. يعني اذا انا بدي اول شيء اعترف بغضبي، ما بدي غض، بقول بحط بقلبي. بسمع كثير ناس انا بحط بقلبي بس بوصل لمرحله بنفجر. لا انا بفضل الواحد ينفجر شوي شوي ولا ينفجر فجاه. اسوأ شيء للشريعه وللنقاش انه نعملها مدمره هي انه نتركها تتصمد. يلا ما بدي خليهم يناموا، بس بدي اعرف كيف اعملهم. مثلا تنقول استفزيتني بشيء او انا استفزيتك بشيء، بدي اعبر لك عن شعوري، خليني اعبر لك عن شعوري او انت تعبر لي عن شعورك، ناخذ تايم اوت. جوزيف حاسس هيك هيك هيك، انا حاسه هيك هيك هيك. شفت اذا اخذت هالتايم اوت تتنفس، انت بترجع عم بتناقش بشكل بناء اكثر. ونحن مثلا بعطي مثالنا، نحن نقاشنا اجى على مرحلتين، على حلقتين، على يومين مش ورا بعضه. كان عندنا كفايه وقت انه نحلل لبعض. خذ الوقت، رجع تعا ناقش فيه، ما تنيمه، ما تنكش الماضي على كل شريعة. يعني أنا إذا عم بتشارع معك اليوم على موضوع، إذا بنكش لك شيء صاير من 10 سنين دمرت، أنا رحت على شريعة مدمرة. بس أنت مش مع أنه تصفية القلوب إذا كنت أكيد، بس على كعبة وبموضوعها. يعني إذا عم بحكي عن موضوع، ما في يقول لك عن موضوع أنت قمت فيه أو أنا قمت يعني فيه. يعني لناخذ مثلا اثنين مجوزين تخانقوا على الموضوع، مش كل ما تخانقوا يرجعوا على المشكلة اللي صار أول حياته. خاصة مع اثنين مزوجين، خاصة مع كابلز، ما بدي قيم الماضي، ما بدي صمد وحط بقلبي لانفجر فجرة كبيرة تحرقني وتحرق شريكي. بدي أفهم مشاعري ومشاعر الآخر، بدي أسمع على جسمي، إذا جسمي عم بيقول لي عم بطلع من حالي، بدي أسمعه وأعرف شو حاسة. لما بنوصل على شو نوع الشعور يلي انا قاطع فيه وليش قاطع فيه، يعني انا غاضبه، بس انا ليه غاضبه؟ لاني حزينه، غاضبه لاني خايفه، غاضبه لاني عتلانه هم. في سبب دائما تحت الغضب. ما تعلقوا، ما نعلق بثوره الغضب. ثوره الغضب عم تقتل جوزيف طبعا. يعني في قاضي طلع قال انه قتل مرته، عذبها 7-8 ساعات، ثوره غضب. ما فيش ثوره غضب بدل 7 ساعات. انا بلاقي بحللها من منطلق ثاني، انه ليش بنشوف اخبار العالم و
انا طبعا ما بعملها يعني بعيدة بعيد عني، انا بشوف قدامي ما كاني شفت، بس انه اغلب العالم في كميه كبيره من دون ما نعمم انه بيهتموا باخبار غيرهم لينشروها لاذيه غيرهم. انا بلاقي هيدا غضب داخلي من امور اخرى وحاجه عم بيشوها بعالم ما دخلهم بالموضوع. يعني هي بتكون حاجه مش مامنه، هي حاجه يمكن ل to be valued in public، انه يتم احترامي بالجامعه، انه انا عندي اخبار، انه انا بقدر مصدر موثوق، بحب اني اكون مصدر موثوق، بس عم بستعمل طريقه سيئه لهالشيء بلا ما انتبه. هيدي حاجات مخبيه هن مش دريانين فيها، يمكن لازم نفهمها انه هيدا الشخص ليه عم بيشارع، ليه عم بيخبر هالاخبار، لانه عنده حاجات دائما غير مؤمنه. اذا باي نقاش بدنا نفوت فيه من الضروري نعرف اي نوع شعور نحن قاطعين فيه، ليكون نقاش بناء وينتهي بوقته، ما يجر معنا سنين ويعملنا ازمه مدمره. انت مع الوقت شوي ما تساعدني بس ما تاذيني، كرهني بس ما تتصرف كانك بتحبني، ما تخليني سعيد بس ما تنزعلي سعادتي. حلو، هيك قد ايه حلو هذا الشيء. حلو، ولا تكونوا احلى او لتعملوا حياتكم احلى، مثل سؤال على صفحه الفيسبوك، فيكم كمان تتصرفوا هيك مع الغضب. هيدي طريقه ثانيه انه نقدر نتساير، خلينا نسميها مسايره، لا مشارعه ولا جدال. حلو، مسايره بس سموها وتلطفوها يمكن تصير الطريقه افضل. حلو، اللي مقدر لك رح يصير معك، ولو كان بين جبلين بعيد تخيلوا، ويلي مش مقدر لك ما رح يجيك حتى لو كان بين شفافك. نايس، شكرا لك. شكرا لك. لكن المشاهدين بريك وبنرجع، خليكم معنا. إذن رح نروح نحن وياكم قبل الشيف، رح نروح مع غيدة على صالة السينما اللبنانية نشوف شو في عنا من أفلام. ومن أفلام الأسبوع فيلم المغامرات King Arthur Legend of the Sword بنسختين 2D و3D. Something nobody told you. وقت اللي بتم حرمانه من حقه الشرعي بيواجه آرثر صعوبات كتيرة، ولكن وقت اللي بيسحب السيف من داخل الحجر بيضطر يطالب بإرثه الأصلي حتى لو ما كان راضي، مع تشارلي هانم، جود لو وجيمون هونسو، والإخراج لجاي ريتشي. So what happens now? We know what happens now. You're quickly becoming a legend. نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه. والفيلم الدرامي المصري مولانا اللي تم حذف احد مشاهده. الفيلم من بطولة عمر سعد اللي بجسد شخصية الشيخ حاتم الشناوي ورحلة صعوده من إمام لمسجد حكومي إلى أن أصبح داعية تلفزيوني مشهور بمجتمع متأثر بالتشدد السلفي، مع درة، أحمد مجدي وغيرهم. القصة والحوار للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والسيناريو والإخراج لمجدي أحمد علي. في ناس برا من أمن الدولة عايزين. إيه الأوبرا زوفير؟ ميرسي، ميرسي يا كبير نو، ميرسي، ميرسي، فازي أوفر. والفيلم الفرنسي الكوميدي أبغى أوفير من كتابة وإخراج نفس الفريق اللي اشتغل كاسكو نافي أو بون ديو، مع كريستيان كلافيي، أري أبيتان وإلسا زيبرستين. والفيلم بيتناول التعصب العنصري الجديد، وهالمرة ضد الأشخاص القادمين من رومانيا. A believer in the perfectibility of human beings. الفيلم الدرامي The Circle عن صبية تشتغل بوظيفة ما كانت تحلم فيها بشركة تكنولوجي، لتكتشف من بعدها أنه هالشركة عندها أجندة مختلفة، مع توم هانكس وأما واتسون. Knowing is good, but knowing everything is better. I wish to find the lost city. وفيلم البيوغرافي The Lost City of Z عن اختفاء باحث بريطاني خلال بحثه عن مدينة غامضة بالأمازون بالعشرينات، مع روبرت باتنسون، سيانا ميلر وتشارلي هانمان. The
fate of the universe lies on your shoulders. فيلم ساينس فيكشن Guardians of the Galaxy Volume 2 بنسختين 2D و3D بتابع بمغامرات الفريق من الجزء الأول مع مجموعة كبيرة من النجوم زوي سالدانا، كريس برات، سيلفستر ستالون وكيرت راسل وأصوات فين ديزل وبرادلي كوبر. That's a really bad sign. Babies aren't getting as much love as we used to. Behold our mortal enemy, puppies. No! That's exactly the problem. الفيلم الانيميتد The Boss Baby بنسختين إنجليزية وفرنسية عن طفل صغير بيتعاون مع خيه البالغ من العمر 7 سنين لإيقاف خطة مدير شركة كبيرة بأصوات نجوم كبار مثل أليك بولدوين، جيمي كيمل، ليسا كودرو وتوبي ماكواير. Put that cookie down. Cookies are for closers. أنا بدي أشكر غيدة طبعا مجموعة كبيرة من الأفلام فيكم تشوفوها بصالة السينما اللبنانية وما تنسوا تشجعوا الصناعة السينمائية اللبنانية اللي هلأ كمان بتتمثل بكتير من مثل المحبس ومثل زفافيان يلي عم بيجيب كمان مشاهدة كتير كبيرة. نحن وياكم رح نروح أو رشة ملح مع الشيف حسين وأنا بنضم له بعد شوي. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا 3 وصفات مثل العادة ومثل كل يوم، وصفتين مالح ووصفة حلو. طيب لكن وصفة الحلو عندي اليوم أنا قشطة مع الشوكولا. القشطة هيدا الطبق مع الشوكولا حضرناه ببداية عالم الصباح، طبق كتير طيب، وصفة كتير شهية. خلينا سوا نشوف كيف طلع عنا صحن القشطة مع الشوكولا بعد ما عملتهم أنا بشكل بول وسكبته وصار جاهز عندي. أوكي، لكن هيدا هو صحن القشطة رح نشوفه هلأ قدامنا على الشاشة. طيب هون احنا شو عملنا؟ جبت أنا القشطة، حطيت حليب على النار، حطيت سميد مع الحليب، فيني حط كمان نشا أو فيني حط قشطة أو فيني سوري حط طحين، ما عندي أي مشكلة. طيب حطيتهم غلو، لحتى غلو أنا حبيت ضيف لألون من المسكة، المسكة بتعطي نكهة كتير طيبة، لكن ضفت مسكة وضفت ماء الزهر ورشة فانيل صغيرة. حصلت على القشطة، هيدي هي القشطة عم نشوفها نحن قدامنا، من فوق هيدا شوكولا مع رشة كاكاو. طيب حضرنا القشطة، تركت القشطة لحتى بردت بعد ما طبخت القشطة. هون نحن صرنا قريبين على شهر رمضان، وبتعرفوا بشهر رمضان كتير بنستعمل القشطة، وأنا بوعدكم بشهر رمضان راح نحضر كذا نوع من القشطة. طيب طبعا كذا طريقة يعني مش كذا نوع. هلأ حضرنا القشطة، بردت، عملتها بشكل بول. بعد ما عملتها بشكل بول كنت مدوب شوكولا أنا مع الزبدة كالعادة على النار، وصرت شيل القشطة، بول القشطة، حطها بالشوكولا ورجعت شلتها من الشوكولا، حطيتها بالكاكاو وعملتها بشكل بول بالكاكاو. كمان هيدي المقادير عم تمر قدامنا على الشاشة، طبعا رح نعمل بعد كم حبة أنا وياكم بعد بتاني فقرة. طيب هيدا بالنسبة للشوكولا. نجي بالنسبة للطبق الثاني، الدجاج المسحب. الدجاج المسحب هيدا هو، فيني قليه وفيني اشويه. أنا شويته بهالشكل هيدا مثل ما عم نشوفه قدامنا على الشاشة، وفيني حط قليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون بالقلاية، كمان قليهم بالقلاية أو فيني فوتهم على الفرن على درجة حرارة 200. طيب أنا الدجاج تبلته، لكن مشاهدينا حطيت لبن، حطيت أوريغانو، حطيت كزبرة يابسة، حطينا كمون، حطينا رب الحار، فلفل أسود، رشة ملح، حطينا ثوم، وأيضا ضفنا زيت الزيتون. لكن بنرجع منعيد، زيت زيتون، ثوم، رب الحار، كزبرة يابسة، كمون، فلفل أسود، رشة ملح، وما بدنا ننسى طبعا زيت الزيتون. أوكي، حصلت على هالخلطة الطيبة. هول الصدورة قدامي، صدورة الدجاج قدامي. هون نحن بعد ما خلصنا رح جيب أنا صينية، حط بقلب الصينية كعك،
لكن عندي حطينا كعك مطحون بقلب الصينية. شو راح اعمل؟ راح اضيف لالون اوريجانو. اوكي؟ وراح اضيف من الجبنة، جبنة بارميزون رشة صغيرة، وبدي اخلطهم مع بعض. هون فينا نجيب مشاهدينا من كمان اكليل الجبل، وفينا نجيب من الريحان، لكن اكليل الجبل او ريحان يابس ونخلطهم كمان معهم غير اوريجانو. اوكي؟ خلطتهم مع بعض بهالشكل هيدا. بجيب صدر الدجاج المتبله. اوكي. هيدا صدر الدجاج المتبل. بحط قليتي على النار، فيها قليل من الزيت النباتي او زيت الزيتون. اوكي. شو رح اعمل؟ بجي باخذ هيدا صدر الدجاج مثل ما عم نشوف المتبل، بحطه بالكعك. اوكي، هيدا كعك لكن مع جبنه ومع اوريجانو. هيدي طريقه، بحطهم بالقلايه. كمان بجي باخذ حبه ثانيه، وايضا بنلطهم بالكعك مع الاوريجانو وايضا مع الجبنه، لكن التتبيله المتبل فيها الدجاج اللي عم نشوفها هلا قدامنا هي عباره عن ثوم، زيت زيتون، لبن، رب الحار، كمون، كزبره يابسه، فلفل اسود، ورشة ملح صغيرة. اوكي، هاي بالنسبة لتتبيلة الدجاج المسحة. في عنا نحن حضرنا كمان تتبيلة تانية، كمان بحطها حد رفقاتها. لكن مشاهدينا عنا تتبيلة تانية، هي كانت كمان تتبيلة تانية، عبارة تتبيلة تانية طبعا مش للدجاج، للفخاد او دبابيس. نحن عادة بنعرف الدبابيس في عنا كذا طريقة للفخاد لحتى نقليهم. أنا اليوم اخترت طريقة كتير هينة وكتير طيبة وكتير سهلة، اللي هي اوكي، بعد عنا حبة. طيب كمان بنحضرهم، وبس نشيل أول فوج بنحط تاني فوج. الطريقة اللي اخترتها أنا اليوم، جبت توست طري أو بندومي طري، شلت أطراف التوست وقطعتهم، فوتهم على الفرن حوالي 7 دقايق. بعد ما شلتهم من الفرن جبت خلاط كهربائي، طحنتهم بالخلاط الكهربائي، وصار عندي توست مفرفط. بس حصلت على التوست المفرفط، حطيته على جنب. جبت انا الدبابيس، حطيت بوعاء زليل بيض، حطينا كاتشب، توم بودرة، زنجبيل بودرة، كمون، كزبرة يابسة، فلفل اسود، وايضا حطينا بابريكا، رشة صغيرة بابريكا طبعا مع الفلفل الاسود. خلطتهم كلهم مع بعض، ما بدنا ننسى الكاتشب وزلال البيض ورشه ملح. طبعا ضفنا لهم من صلصه الصويا، لكن ضفت لهم صلصه الصويا وتبلتهم بهيدي التتبيله. جبت الدبوس او الفخذ الدجاج، فخذ الدجاج قصيته من فوق شوي وجرمته، يعني شلت الجلدة مع اللحمة من فوق، حطيتهم بكعب الدبوس. خليني افرجيكم. اوكي، هيدا هو الدبوس، بس ما رح اخبركم اكثر من هيك عنه، لان بدنا نروح نحن وياكم بالاول مع بريك جدا قصير، وبرجع بخبركم على الدبوس.